اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. يعني غير جزء تخيلي أستاذي قد تعيق قائم على دراسة باطني وعنك أهم أعضاء الجسم لطلبة الطب عشان يبقوا فاهمين ما هو التخصص وما هو تخصص داخل التخصص. أستاذي كان واخد دكتوراه أمراض باطنة وهو رقم واحد في القلب في مصر، بس اشتغل قلب بعد ما بقى باطني محنك. باطني يعني بطن، باطنة يعني غير ظاهرة. ما هو الكبد؟ ما هو وظيفة الكبد؟ الكبد من أهم الأعضاء اللي في الجسم لأنه وظيفة كتير جدا. تعال المريض عنده تليف كبد، أقول له ممنوع تصوم، وربنا حط الحفاظ على النفس قبل الحفاظ على الدين. بأول تيست من وظائف الكبد هي قياس السكر. الكبد فشل في انه يحول السكر للجلايكوجين، لكن الراجل ده ما عندوش سكر وعنده بنكرياس سليم فرح حربه. في ناس فاكره ان وظيفه المعده في الناس الكبار هي الهضم، طب اللي شال معدته يبقى زيه زي بتاع الكبد. اللي عنده نشاط في الغده الدرقيه اي مرض تمتص بسرعه وتحرق بسرعه تعمل نفس المنظر. لازم بقى الحته الجايه نقول سبحان الله. الكبد هو مصنع الكوليسترول. طب مين اللي بيخرجه من جسمه؟ ليه الموت؟ الكبد. الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني، مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة، المعلم المثالي 6 مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة، الطبيب المثالي 6 مرات على مستوى نقابة الأطباء، تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كلية طب جامعة القاهرة، رئيس الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، عضو الجمعية المصرية لأمراض الكلى، له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، رائد طب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي، قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة. ضيفي العزيز أستاذنا وأستاذ الأساتذة الأستاذ دكتور حسام وافي، أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. الصدمة، يعني كلمة صدمة أولا، هل الشك طبعا يعني من أهم المواضيع بالنسبة للامتحانات، من أهم الحالات، اللي ما يعرفش يشك كويس وقاعد في الاستقبال هيروح في 60 ده. صح. هي حالات استقبال وحالات عينيه مركزه. يعني العين اللي عنده شك ملوش دعوه بالمستشفى. يعني عينيه مركزه يا في الاستقبال يلحقوه. فالشك كحاله كنا يعني نفهم الناس ان الضغط واقع. ولذلك كتير جدا يقول لك هبوط في الدوره الدمويه. او فشل في الدوره الدمويه. سيركيولاتري فيلير، فشل. هو التعريف مش صح قوي. ليه؟ انا ممكن يبقى ضغطي واطي 90 على 60 وراح العياده، وراح لدكتور اقول له انا قست ضغطي لقيته واطي، وراح بكلمني. يعني ده مش شك. الشك ديفكتيف تيشو بيرفيوجن. تاني ديفكتيف تيشو بيرفيوجن يعني انسجه الجسم لم ترتوي بالدم. طب ايه الانسجه الواضحه قوي اللي لو عدم ارتوائها يبان لي كمريض؟ نسيجين، نسيج الكلى والمخ. الكلى مش هيشتغل، بوله يتمنع فمش هيجيب بول، والمخ يبتدي يبقى كونفيوز، يبقى مش داري. فالشك مش حكايه ضغط واطي، لا ده ضغط واطي مع
عدم ارتواء لأنسجة الجسم ديفكتيف تيشو بيرفيوجن. ده مهم جدا 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 يعني كتعريف يعني. انما طبعا مع الشوك الضغط واطي طبعا يعني. هل في مرادف لكلمه شوك؟ في سيركيولاتري فيلر. سيركيولاتري حتى اي شهادات وفاه يقول لك نتيجه هبوط حد بالدوره الدمويه. هو ما قالش سبب الوفاه، هو ان العين مات ازاي. يعني دايما نلاقيها في شهاده الوفاه هبوط حد بالدوره الدمويه. طب نتيجه ايه؟ ما بيقولش بقى. هنتكلم على الاسباب والانواع. هي الاسباب هي الانواع؟ تقريبا. لا، الانواع حاجه. لكن الاسباب حاجه تانية خالص. الانواع اربعه. الدم 5 لتر فقدت لترين في حادث سياره، في ولاده متعثره، في عمليه بفتح اورطه ونزف العين مني غصب عني، فاصبح حجم الدم 3 لتر بقى شوكت. لان الدوره الدمويه سعتها 5 لتر، الكوبايه دي سعتها 250 سنتي، حطيت فيها 100 سنتي بس بقت فاضيه. فلما يفضى الدوره الدمويه الضغط يقع ويبتدي ارتواء الانسجه يقل جدا. دي اسمها هايبو فوليميك شوك. هايبو فوليميك شوك يعني نقص حجم الدم عمل شوك. ده النوع الاول. ده نوع مهم جدا جدا في الاستقبال، اللي بيستقبله حوادث سيارات. طيب جايز ما يبانش الدم، ممكن يكون جوه، يعني حادثه عربيه فرقعت الطحال فكل الدم في بطن، لترين دم بس مش باين، والعين جاي شوك وكل حاجه، واقول له ده هايبوفوليم، يقول لي ليه يا دكتور هايبوفوليم ده ما بينزفش؟ لا هو بينزف او نزيف جهاز هضمي. واحد عنده دوالي مريء من الارياف وعنده تليف كبد وفجأة بقى شوك ومش عارفين ليه، لأنه فتح الدوالي ونزل كمية دم كبيرة جدا تصل اللتر ولترين وثلاثة، ويجيلنا في الاستقبال بهذا المنظر. فهذا هو النوع الأول. يبقى النوع تحتي أسباب. يبقى النوع الأول هايبوفوليميا تحتي كذا سبب، أمراض نساء سبب، جراحة سبب، حوادث سبب، دوالي مريء سبب، أي حاجة. النوع الثاني مهم جدا جدا. القلب ده بامب، ده ترومبا، هو اللي بيدفع الدم يعدي جسمه. باظت ترومبا، باظت، حصل احتشاء. احتشاء يعني فساد ميوكارديال انفاركشن، نواه في جزء من عضله القلب. بالظبط، انا قفلت الشريان التاجي اللي هو بيدي اكسجين لعضله القلب، ما راحش اكسجين فابتدى يحصل. دي كارديوجينيك شوك. يبقى الاولانيه كانت هايبوفوليميك شوك، الثانيه كارديوجينيك. كارديوجينيك فشل القلب كبامب، كمضخة فشلت، فيدينا برضو منظر مش حلو يعني. النوع الثالث قفلت السكة. الدم بيجي للأذين الأيمن، يخش البطين الأيمن، يطلع الشريان الرئوي، يملى الرئوي يتأكسد، ينزل على البطين الأيسر، فالأذين الأيسر، فالبطين الأيسر، فالأورطة، يتوزع. السكة دي أنا قفلتها بأي طريقة. اوبستراكتيف شوك. اوبستراكتيف شوك يعني انسداد، مثل جلطه الرئه. جلطه الرئه قفل الشريان الرئوي، فالدم طالع من الناحيه اليمين، السكه مسدوده فمش هيوصل لشمال، فالدم اللي الشمال يبقى قليل جدا، فالعين يبقى شوك. النوع الرابع والاخير ما يتقالش فيه غير سبحان الله. والله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني. سبحان الله. انا قاعد اكلمك يا ايمن دلوقتي، قول لي توزيعه الدم. هتقول لي 15% ل 20% رايح لمخك لاني بفكر، وعضلاتي راح لها 10%، والامعاء انا ما باكلش راح لها 7-8%، توزيعه معينه. طب انا سبتك دلوقتي لقيت اسد في الاستوديو وجريت، قول لي توزيعه الدم. تقول لي اتغيرت، العضلات هتاخد الجزء الاكبر. طب انا سبتك دلوقتي وقلت لك يا ايمن انا جعان انا هتعشى واجي لك تاني، الاكل نزل، التوزيعه اتغيرت. توزيعة الدم بتتغير في الإنسان أقول لك كل دقيقة. طب أنا نمت، قول لي توزيعة الدم إيه؟ طب أنا حران، توزيعة الدم إيه؟ طب أنا بردان، توزيعة الدم في الحر لازم الدم يروح الجلد عشان أعرق عشان ما أولعش، والعكس في البرد لازم أقفل على الجلد عشان دمي ما يبردش. سبحان الله سبحان الله، التوزيعة دي إلى هذه اللحظة محدش فاهمها. إنما لو باظت أبقى شقط. عشان كده اسمها لذيذ جدا، ديستريبيوتيف شوك، يعني شوك توزيع، توزيع غلط. ايه اللي يعمل توزيع غلط؟ مليون حاجه. حقنه بنسلين وانت حساس لها رحت، لان التوزيع باظت. سبسز،
واحد عنده تسمم بكتيري وفي دمه خراج فتح في الدم ووزع التوزيع شقط خراج درس اي حاجه من اللي تعمل كده، او السندروم المشهور جدا جدا هيباتورينال سندروم اللي هو الفشل الكبدي الكلوي اللي اتكلمنا عليه قبل كده، ده بيوزع التوزيع بيبوظها تماما يوسع حتت جدا ويقفل على الكلى فالعيان يبتدي يجيله فشل كلوي وهو سليم. ادي الاربعه هايبوفوليميك شوك كارديوجينيك شوك اوبستراكتيف شوك اند ريديستريبيوتيف شوك اللي هو اعاده التوزيع مش صح. اه ده بنتكلم على واحد واحد بقى من دول كل واحد كل واحد عايز قصه. نبدا بالاولاني ده خليه في الاخر لانه سهل. خلينا في الصعب. البرمونري امبوليس اللي هو جلطه الرئه يمثلها كذا حاجه هقولهم كويس جدا وخلي الدكاتره الصغننين معانا لان ده موضوع مهم جدا جدا. يعني هو جاي لي شقط يعني ضغطه وقع تمام كامل في الاستقبال 80 هنقول ضغط 80 بس في حاجه تانية مهمه جدا جدا ان الضغط الوريدي عالي جدا 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 اي ان الضغط في الشمال وقع ان الدم مش جاي له دم القلب مش جاي له دم في الشمال لكن في اليمين محبوس يعني الدم مزنوق ليه لان انا قافل الشريان الرئوي ففي هذه الحاله الدم اللي طالع هيبقى البطين الايمن في سترين شديد جدا والاذين الايمن في سترين فالنيك فينز هتبقى كونجستد جدا 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 اي اورده الرقبه هتبقى مليانه دم بمعنى يا دكاتره يا صغيرين يا حلوين عيان جالك الاستقبال ده عكس ده الضغط الشرياني اللي انت بتقيسه بجهاز الضغط واقع والضغط الوريدي عالي جدا تفكر في اربع حاجات لا خامسه له رقم واحد جلطه الرئه بلا منازع وهي اهم حاجه ليه جلطه الرئه بتيجي في ناس كتير جدا جدا واندايجنوزد محدش بيشخصها ودي مع انها تفك بحقنه هيبرين يعني خساره ده يموت خساره فده نمره واحد لكن العين ده له امثله زيه بالظبط ما هو عيان حاجتين ضغط شرياني واقع ضغط وريدي عالي جدا الريكارد اللي فيه الشمال مفيش دم واليمين مزنوق برافو عليك زي البريكارد افيوشن بس يكون بعنف شويه كارديك تمبونات دي نمره اثنين مهمه جدا لو لقيت ده ما جلطه رئه يا دم حواليه ميه حوالين القلب القلب بيعمل حاجتين بينقبض وينبسط طيب انا ايدي جوه وحطيت حواليها ضغط جامد جدا انقبضت لكن مش عارف انبسط فما خدش الدم ما راحش الشمال فبقى الضغط واطي وفي اليمين مزنوق هيبقى النيك فينز كونجستد جدا فالتامبونيد مهم جدا جدا نمره ثلاثه انا عندي الضغط في البلورا هي الغشاء المغلف للرئه سلبي الضغط فيه سلبي ناقص يعني لو حطيت ابره هنا تروح شافطه الهواء تبوظ الدنيا ربنا سبحانه وتعالى عامل الضغط في البلورا سلبي البلورا اللي هو الغشاء المبطن للرئه فدايما شد الرئه وده اللي بيخلي الرئه مليانه مفتوحه والا لو خليته ايجابي نفخته تكولابس فهي منفوخه بان انا شافط حواليها تمام هي عشان الناس تفهم القصه دي وتتخيلها لو جبت حاجه زي ازازه الحاجه الساقعه اللي هي البلاستيك ورحت جاي مثلا يعني عاملها البتاع بتكولابس لو انا مسكت حاجه وشدتها من بره كده بتروح جايه فاتحه بالظبط حلوه دي فهي القضيه مهمه جدا يجب ان كل انسان يعرف ان حوالين الرئه ضغط سلبي يعني ايه سلبي وايجابي احنا عندنا الضغط جوي 76 يا ترى فوق 76 ولا تحت 76 بقت سلبي فالضغط هنا مثلا 73 او 72 اقل من الضغط الجوي عشان كده من هو الغلطان اللي عايز الضرب اللي يحط ابره هنا ضيعت الدنيا دخلت الهواء هتسمع شفطة هيروح شاي واخد هواء باظت الرئه هتكولابس مش هتبقى يبقى ما يجعل الرئه ممتده هو الضغط السلبي
بشرط ان يكون جدار الصدر جامد. ما هو لو طري حشفته واخته. سبحانك الله، الضلوع دي فايدتها. يبقى الضلوع جامدة وعامل ضغط سلبي، فشادد الرئة لحد ضلوعك عمرها ما تقف. فلو جه مرض حط هواء داخل البلورا اللي هو اسمه نوموثوركس، بشرط ان يكون ضغط ايجابي. يعني خلت الضغط عالي هنا، فالدم اللي جاي مش عارف يخش. لان انا بشفط الدم بالضغط السلبي اللي في الشيست اللي في الصدر بشفطه. طب ما لا مش هشفطه، انا هسيبه بره، يبقى ضغطي واقع لان مفيش دم رايح للشمال، وهنا الضغط عالي جدا الوريدي عشان تنشن نوموثوركس. ده التالتة. يبقى عيان جالي في الاستقبال ضغطه واقع وفي ناس بريشر عالي، واحد طلمان امبوليزم، جلطه رئه، اثنين كاردياك تامبونات، الثالثه ميه كتير، الثالثه تنشن نوموثوركس، مش اي نوموثوركس، تنشن اللي هو بضغط عالي. يعني خليت الضغط اللي هو التير نفسه عامل فالفل اللايك، يعني بيدخل هواء ويطلعه، بيدخل هواء زي الصمام. فهيخلي الضغط على فكره بيحصل في المدخنين كتير يعني ممكن واحد مدخن مره واحده ياخد نفس الصبحيه او الكحه كحايه، بص يلاقي حاجه مزقت هي البلوره بتاعت الرئه، فتحت اللنج جوه البلوره عملت المصيبه. نمره اربعه، لو حصل احتشاء مش في الشمال، الاحتشاء بتاع عضله القلب هي جلطه القلب في اليمين، بس ده نادر. ده يعني موجود دلوقتي يا ايمن والله. احنا كنا بنقول نادر، دلوقتي موجود فيري كومن. يعني هتلاقي الدم مش عارف يخش اليمين فعالي هنا وما راحش الشمال فالضغط وقع. ادي الاربعه اللي الدكاتره لازم تحفظه كويس. ده حلو قوي السؤال ده. انا بجيبه. ده رائع. كنت بجيبه. اقول لك عيان وصل لك. ولا بجيبه كل سنه. كيس. ايه المشكله؟ عشان يذاكر الاربع مواضيع. عيان جالك ضغطه واقع 80 60 والنيك فينز كونجستد جدا اللي هو الناحيه اليمين محتقنه والناحيه الشمال ما فيهاش دم. هتقول لي اربع حاجات مهمه جدا جدا جدا: بالمو امبوليز، تنشن نوموثوركس، رايت فنتريكل انفارشن، اند كارديك تامبونيت. دول ده الجزء ده لو هو اوبستراكتيف شوك. ده اوبستراكتيف شوك يعني ايه؟ يعني الشوك نتيجه انسداد. يعني الدم طالع على الرئه قفل، او داخل القلب قفل، مش قادر يخش القلب زي التامبونيد وكده. انما الشوك الثانيه خطيره جدا جدا جدا، وهي الديستريبيوتيف شوك، اخطر انواع الشوك، نسبة الوفاة فيها عالية جدا، خاصة لما يكون سبسس، لما يكون تسمم بكتيري. في ناس بتستسهل الكلام ده، صباعه مدوح، حس انا اخدت قرصة انتيبيوتيك ومش عارف ايه، ده ممكن يموته. خرجت تحت الدرس زي ده. احنا عندنا كذا مرحلة، في سبسس وفي سيفير سبسس وفي سيبسيميا وفي سيبتك شوك. اوعى العين بتاعك يوصل معاك لشوك، اوعى. عندك العد الابيض جايد حلو جدا جدا. بص على العد الابيض، يعني العد الابيض طبيعي كرات الدم البيضاء من 4000 ل 10000 وفي بعض الكتب ل 11000. لقيته 25000. افزع. افزع. ليوكوسيتوس. حرارته واحد سخن. في ناس بتستسهل الكلام ده، احنا بنشوفه بقى في العيان المركزه والعيان بيتدهور جدا. قل عن انواع الشوك. هتقولي ليه؟ هو مفيش مضادات حيويه؟ اقول لك فيه، في جدا جدا، ومفيش ولا بكتيريا في الدم ولا واحده خلاص، بس في مواد تانية طلعت هي القاتله اللي هي السيتوكاينز. السيتوكاينز اول ما يحصل لي التهابات وضغط يبتدي يقع، يبتدي بقى انا قتلت الميكروب لكن كل سنه وانت طيب، كان طلعت سيتوكاينز تغير تقسيمة الدم خالص اللي هو الديستريبيوشن وتموت العيان. فده مهم جدا جدا. طيب ايه المشكلة الكبيرة جدا اللي هتقول لي العين مش متعور؟ خالص، ده العين ما عندوش بكتيريايا في جسمه. اذا الضغط وقع يا ايمن، في بارير بين الامعاء وبين الدم. في بارير بين الامعاء وبين الدم. البارير ده، الحماية ده، بضغط الدم. بضغط الدم. هات لي اي واحد ضغطه وقع، ممكن البكتيريا اللي في الامعاء تخش الدم،
اسمها ترانسلوكيشن، تروح قلب. يبقى انا ابتديت بشوك عادي هايبوفوليميك، حادثه عربيه ما عندوش اي بكتيريا، لان الضغط وقع يبتدي البكتيريا تخش في الدم تحوله الى سيبتك شوك، ويبقى مستغربين جدا. تلاقي العد الابيض ابتدى يعلى ويقول لك هو في جاله عدوى، هو الجرح كده روتينيا في بعض الحالات كتيره جدا روتين. الحته اللي فاتت دي مهمه قوي يا جماعه، ممتعه يعني. روتينيا شوك حصلت نتيجه حادثه عربيه، ايه اللي سيبتك شوك؟ روتينيا بقى يحط رايل بره ويحط انتي بايوتكس في امعائه قبل ما تحصل المصيبه دي. يقول لك ستيريلايزيشن اوف ذا جت، يعني عقم الامعاء كلها. ليه؟ لان الضغط الواطي هينقل البكتيريا من غير ما انت تدري على الدم، على الدم. بدل ما ادي مضادات حيويه في الدم، لا، نظف الامعاء اول ما تحس ان العين ده ابتدى يبقى شوكت، يبقى شوكت. اللي هي ظاهره ترانسلوكيشن، ودي ظاهره مهمه جدا، انتقال البكتيريا من داخل الامعاء الى الدم نتيجه هبوط الضغط، هبوط نتيجه الضغط اللي انخفض. هتقول لي طيب السيتوكاينز دي ملهاش حل؟ الى هذه اللحظه احنا النهارده 15/10/2018 ملهاش حل. لازم، لكن العالم ماشي فيها زي ما طلع انتي بايوتيك اللي هو مضاد البكتيريا، بيطلع انتي سايتوكاينز يعني نضاد المواد الرزله انترلوكنز والحاجات دي، عايزين نضيعها. لو ضاعت مفيش حاجه اسمها شوك بعد كده، سيبتك شوك يعني. هناك موضوع هام جدا في الطب اسمه جلطة القلب، وللأسف أنا أعتقد أنه جلطة القلب مظلومة جدا، مظلومة على المستوى الإعلامي، مظلومة على المستوى الثقافة الخاصة بالمصريين. لأنه ليه أنا بقول كده؟ أنه كتير جدا من حالات جلطة القلب تأتي متأخرة، كتير من حالات جلطة القلب نفاجأ أنه المريض جاله جلطة قبل كده ولم يذهب للاستشارة الطبية، وده شيء غريب جدا. حتى لما تقوله في أي مجتمع طبي يستغربوه، يعني إيه مريض جاتله جلطة وهو مش داريان بيها أو داريان بيها وما راحش يكشف، لأنه ما وصلش لمرحلة الألم العنيف مثلا. جلطة القلب هي حالة بينسد فيها الشريان التاجي ويحدث ألم. إزاي إحنا بنتعامل مع هذا الألم كمرضى؟ هل ينبغي ان احنا لما نحس الم في منتصف الصدر نذهب على طول للاستشاره الطبيه ونتصل؟ ما هو ثقافه الاتصال بالاسعاف المباشر اللي احنا بنشوفها في الثقافه الامريكيه او الثقافه الاوروبيه لسه ما انتقلتش لينا قوي، لسه ما عندناش مين فينا يعرف رقم الطوارئ اللي بره 911 على طول، يعني احنا حافظين من الافلام الاجنبيه رقم طوارئ امريكا، ان انت على طول بتتصل والست او الراجل بيبقى عارف انه عنده ازمه قلبيه، هو بيبقى عارف. دخلنا في الميكارد انفاركشن اللي هو عجلته في القلب المرتبطه بالشوك. انا خدتها من ناحيه اللي بيسموها ناحيه الاعلاميه، يعني اللي هو خبره الناس، ثقافتهم، حركه الاسعاف، انقاذ المريض، الطريق، المستشفى، استقبال، الحاجات دي كلها مهمة قوي. بص يا ايمن، انت قلت كلمة كويسة، ان كم واحد يعرف نمرة الاسعاف في مصر؟ قليل، مش كتير. والله. طب هل يجب ان انا الم صدري اطلب له الاسعاف الصح قوي؟ لكن مين اللي يبقى عايز الضرب لو ما طلبش الاسعاف؟ العين الريسكي اللي هو السكر وضغط. الريسكي عندنا حاجة اسمها مريض خطير. المريض اللي عنده ضغط عالي وعنده سكر وعنده كوليسترول ومدخن ومن اسره سيئه السمعه في القلب، ده مش مسموح له. والنبي يشرح لهم باشا الساده المشاهدين حبايبنا، يعني ايه اسره سيئه السمعه في القلب؟ يعني مثلا ساعات اسال ساعات عيانين يزعلوا، يعني يقول انا اسره طيبه جدا. اسره سيئه السمعه في القلب، يعني اب حط دعامات وام عامله قلب مفتوح، او موت فجائي. اخطر حاجه في الدنيا. يعني ساعات اقول لواحد انت من اسره سيئه السمعه في القلب، لا اسره كويسه جدا. اقول له الوالد موجود؟ يقول لي لا توفى. اقول له مات ازاي؟ يقول لي ما كانش عيان، ده وقع ساكت كده اهو. ده اهو ده هيستوري اوف سادن ديث، قصه واحد مات فجاه. الاخ
الأب العم ده خطير جدا، يعني ده يخلي باله من نفسه. فالكوليسترول عالي نحترمه، عنده سكر مش مهم عالي أو واطي، أنا ما أقولش عالي، عنده سكر، عنده ضغط، أسرة سيئة السمعة، في حاجة اسمها هوميوستاسيس طبعا ده الناس ما بتحللوش، بس ده ريسكي، ده مريض ريسكي، أو يكون شخصية انفعالية يعني في ستريس دائم. ده في ناس على طول في ستريس، في مشاهير في ستريس، اللي عنده ضغط وسكر وكوليسترول وكده ما يحطش نفسه في ستريس، إن شاء الله يستقيل. والله العظيم إن شاء الله يستقيل. يعني في قانون كان بيتعمل في أمريكا، كان ما اعرفش كمل ولا لا، بس وانا هناك كان بيتعمل المكان اللي فيه 70% عندهم اكتئاب رئيسهم يترفض بتاعهم يمشي. فطبعا انك انت تبقى في ستريس دي خطيره جدا جدا. يا حبذا لو ستريس بقى وعندك ضغط وسكر ومدخن. التدخين حاجه مهمه جدا جدا يا اخوانا، كريسك مهم جدا يعني. فاذا كان عيان عنده ألم في الصدر مفيش ولا واحدة من اللي قلتهم ما يقلقش قوي، هنطلب الإسعاف برضه بس ما حدش يعمل أزعارين، انما لو عنده واحدة او اتنين او تلاتة او الخمسة ده الإسعاف تجيله بعد ثانية. ليه؟ لان المسعف جايز يعمل له حاجة تنقذ حياته. ده الجزء بتاع الريسك، بتاع الريسك. الجلطة القلب بقى، في ناس كتير جدا جدا فاكرة ان هي قصة ألم. اسف تماما يعني. جلطة القلب تيجي بأكثر من صورة. نمرة واحد الألم. والألم له مواصفات. الألم غالبا بيبقى في نص الصدر، غالبا بيسمع في الناحية الشمال، كتف الشمال والنصف الداخلي للإيد. الألم بيبقى معاه عرق أو قيء. الألم ما يجيش بمشي، اللي بيجي بالمشي ده الذبحة مش الجلطة. الجلطة ممكن تيجي وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون، وانت قاعد تضحك مع أولادك. فالألم كده. هنسأل بقى سؤال مهم جدا جدا، هل هناك painless infarction يعني بلا ألم؟ هو الكتب كاتبة كده، هقول لك بقى الاثنين، واحده غلط واحده صح. اثناء عمليه واحده ده بقى انفاركشن، احنا صحينا نقول له مبروك جالك انفاركشن. عشان كده رسم القلب بعد العمليه مهم جدا، وانزيمات القلب بعد العمليه خصوصا لو عين ريسكي. فهو وهو متبنك جاله جلطه ولا عنده حاجه، وقايم من البنك زي الفل، بس عنده جلطه. عشان كده ساعات كتير جدا نعمل رسم قلب العيان نلاقي فيه جلطه. انت جالك ألم في صدرك؟ يقول لك لا. عملت ايه؟ يقول لك انا عملت زايده، هو اللي هو هذا اليوم، هذا اليوم اللي هو كان يوم جلطه القلب اللي هو كان. الاثنين بقى اللي مكتوبه في الكتب سكر. يقول لك الدايابيتك بريفرال نيوروبي. السكر بيبقى عنده التهاب في اطراف الاعصاب، فالعصب اللي بيوصل الالم ده نظريا يعني. انا ما شفتهاش. انا شفت عدد لا نهائي مرضى السكر بيحسوا بالالم، بيحسوا بالالم زيه زي اي حد. انما جايز يبقى الالم موديفايد شويه، يعني مختلف شويه، اقل سنه، اقل او له شكل مختلف. فيبقى رقم واحد العيان اللي جاي بجلطه الم. رقم واحد. اصل هو في حاجه كمان، انه كتير من مرضى السكر بياخدوا مسكنات الم باستمرار. فده ممكن المسكنات دي بيموديفاي الالم. بيخلي درجه الالم تقل شويه. يعني بنقول لمرضى السكر حتى من غير اي حاجه روح اعمل رسم قلب روتيني. نمره اتنين مهم جدا، خلل في ضربات القلب. ممكن جلطه القلب ما تجيش بالم خالص. واحد قاعد يتفرج على التلفزيون في وسط ولاده، وفجأة الحقوا يا ولاد قلبي هيطلع من صدري، قلبي بيرفرف. نكشف عليه نلاقي جلطه. مش كل واحد قلبه رفرف جلطه، لكن ممكن الجلطه تيجي بهذا. مش كل واحد قلبه بيرفرف جلطه، لكن ممكن جدا يكون الجلطه احد الصور اللي جاي بيها. ممكن يكون جايب شوك بقى، دي اللي مهمه جدا، اللي هي كارديوجينيك شوك، ضغطه فجأة يقع ويعرق ويروح على المستشفى يلاقوا ما فيهوش ضغط خالص فيطلع ميوكارد انفارشن. ده احد الرابع اللي ممكن يا سادن دس، موت فجائي. يعني واحد بيتكلم وراح واقع. ياما سمعنا على واحد الموت الفجائي احد اسبابه جلطه القلب. او العيان ما يجيش بده خالص، يجي بهبوط في القلب. هبوط في القلب. هنفترض
ان العضلة الشمال اللي باظت، هنفترض يبقى احتقان الرئة هو الظاهرة، فجأة كحة رغاوي نهجان شديد جدا، اكيوت بالمرة ديما، اكيوت بالمرة ديما كاركترستيكالي بقى الهارت سايز از نورمال، مفيش فرصة للكمباستري ميكانيزم، ملحقش يكبر قلبه كما هو في الأشعة قد كده وعنده هبوط، هيبان في مين؟ في الإيكو. في الإيكو تلاقي جزء كبير جدا ما يتحركش، إيه كاينيزيا في حتة دي مهمة جدا يا أولاد في تشخيص هارت فيلير أون توب أوف انفاركشن، يعني جالي هبوط في القلب نتيجة احتشاء، يبقى القلب كما هو. ودي اللي بيلخبط، لو مثلا انه فشل عضله القلب نتيجه الضغط، الضغط ده حمل زائد على القلب فبيعمل له، ده اللي بيلخبط طبيب الاستقبال. لما عملت له اشعه طلع قلبه طبيعي، هو ده. تمام. فالهارت اذا كان يمين، احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت الاوريك الرئه بتبقى عاليه والضغط واقع، الاربعه اللي قلناهم قليل، رايت فنتريك انفاركشن ده مهم جدا، او صدن ديث، او اخر حاجه بقى العين يجي بمضاعفات. يعني انا جامع بيبر حلو جدا جدا، ايه اول ظاهره لجلطه القلب؟ ما حدش هيصدق، شلل نصفي، والله العظيم جامع 12 حاله. اول ما بيحصل جلطه القلب ما بيتحركش، فجلطه تيجي عليه تتحرك تعمل شلل نصفي، يبقى العين ما بيشكيش من قلبه خالص خالص، جاله هيموبليشن، جاله هيموبليشن. فعندي 12 حاله عامل بيهم بيبر ان هم هيموبليجيا as a presentation of myocardial MI. فدي مهم جدا، يجي ادي احد المضاعفات ان يحصل ميورال ثرومبس، يعني جلطه جوه القلب. ممكن جدا جدا بيريكاردايتس، التهاب في الغشاء المبطن، التهاب في الغشاء المبطن للقلب بعد مايوكارديال دريسلر، دريسلر يجي له كده. هو التهاب نوعين، يا اما ايميديت يا ديليت، يا في الحال، انا واحد جاله جلطه وجاله التهاب في البتاع ده في الحال. يعني حاجتين، انه عرضه جدا انه ينزف في البريكارديوم، يجي له كارديك تامبونيت. نمره اثنين ان الانفاركشن ده واخد العضله كلها، انه وصل ترانس ميورال بان 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 واخد كل حته. ممكن بعد 21 يوم الحته اللي اتكسرت دي باظت من العضله، اصبحت جسم غريب، يطلع لها اجسام مضاد، التفاعل يبقى في البريكارديوم اي في التمور اللي هو دريزلر سندروم. عندي نوعين بريكاردايتس، ايميديت يا ديليت. الايميديت خطير، لان لو اديت هيبرين او ستريبت ممكن يجي له تامبونيت، هينزف ممكن جدا. والدريسلر كورتيزون يومين بيخف، لان هو احد مظاهر خلل مناعي. حته الجلطه دي اصبحت جسم غريب، طلع لها اجسام مضاده، عملت الاحتكاك اللي بنقول عليه. دي يعني مظاهر واحد عنده انفارشن. ممكن جدا جدا زي ما اقول لك سايلنت، صامت، صامت خالص. عشان كده مهم السرعه. لان انا شفت حالات، يعني انا شفت حالات غريبه برضو، انه يجي بالمايوكارد انفاركشن في مثلا شريان، وليكن الشريان الامامي النازل يعني، وانا اكتشف انه كان عنده جلطه قديمه سد شريان تاني خالص. طب انت ما شكتش ولا شك ولا الحاج خالص، ما فيش الم؟ يقول لك انا في يوم مش عارف من سنتين كنت حاسس ان انا تعبان قوي، بس ما فيش الم. صح، سبحان صح الله، داخ يعني شويه وخلاص. بس بفضل الله يا ايمن، بفضل الله فعلا، يعني الوفيات نزلت جدا جدا بعد القسطره ما هجمت علينا. اي نعم، هي تبقى بيوز شويه، يعني ساعات ناس تعمل قسطره بدون داعي، انت عارفهم كويس، لسه كنا جايبين سيرتهم قبل الحلقه، لكن انقذت ناس كتير جدا. في القسطره نوعين، يا دايجنوستيك يعني مرتاح، الكتيف يعني انا مرتاح، يا محمد روح اعمل قسطره بكره الصبح. وفي برايمري، جالي القصر العيني ضغط واقع، دخله على القسطره، سلك الشريان في الحال. دي هي اللي انا بعشقها. طبعا برايمري اللي هو فينا باتشي مستمر مستني، عندنا كل يوم حالتين او ثلاثه تيجي للنبطشي، حالتين او ثلاثه برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني هخش والعيان شقط، هخش والعيان موجوع، اول ما يلاقي الضغط واطي يخش، انت مستني ايه؟ مستني العضله تبوظ، فبيخش بيسلك، يدي ادويه، تسيل، يعمل اي حاجه ينقذ المريض. ففعلا وحقا القسطره قللت الوفيات جدا جدا في جلطه القلب. جلطه القلب موضوع لازم كل واحد يبقى واعي بيه جدا جدا.
هل له ابحاث؟ طبعا طبعا. بس عيب لما نقول رسم القلب الاول، عيب كبير. كل خليه من خلايا الجسم فيها انزيم جوه مثيل له بره، بس بره نسبه قليله قوي. فلو اي حاجه اصابت الخليه اكيوت حاده مش مرض مزمن، خليه الرئه، خليه الكبد، خليه العضله، خليه عضله القلب، الانزيمات اللي جوه تطلع بره انا بقيسها. اول ما الاقيها عاليه اقول لك في حاجه حاده اصابت. ايه اللي حاد يصيب عضله القلب غير انفاركشن؟ طبعا التهاب العضله وارد، انما الانفاركشن هيعلي الانزيمات. في تريبونين هايل في 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 الرئه، دي دايمر الانزيمات سي بي كي والحاجات دي، اول ما تلاقيها عليه خلاص ما انتش صاهل. طب ليه ما حطيتش رسم القلب الاول؟ ان قدر رسم القلب يتغير بعد شويه، يعني اثناء الحريقه ممكن رسم القلب يطلع طبيعي. فدي خطيره جدا جدا. يعني واحد راح بألم في صدره في الاستقبال، قالوا له اروح ده رسم القلب كويس، ويموت على باب الاستقبال. لا يعتمد على رسم القلب في الاول، وبعدين لو اثبت كده دخله على القسطره دغري اذا كان ضغطه واقع، يعني اذا كان عايز محتاج برايمري يعني اللي هو اولي. القسطره موضوع يعني اتمنى من حضرتك نفتحه عشان نفهمه للناس. اجيب لك حد يكلمك في القسطره؟ يعني لان احنا عايزين نفتحه من ناحيه ايه؟ هي القسطره فيها دلوقتي قسطره اختراع رائع بيعالج القسطره بقى زي تحليل برازي. بقى حاجه عظيمه زي جدا بتقول. يعني في صعوبه في تحليل البرازي اللي احنا عايزين نبقى ده في ثانيه. اللي احنا عايزين نقف قدامها اللي هي ايه بقى؟ احنا دلوقتي عندنا ثلاث حتت، ثلاث مناطق كده. عندنا المنطقه البيضاء اللي هي الناس اللي محتاجه يتعمل لها قسطره فبيتعمل لها قسطره. صح. مرضى محتاجين يتعمل لهم قسطره، هذا الاختراع العظيم جدا. في منطقه ثانيه مظلمه ومنطقه ثانيه مظلمه. المنطقة المظلمة الأولانية اللي حضرتك نوهت عنها، إنه ناس ما عندهاش ضمير تعمل لمريض قسطرة وهو مش محتاج يتعمل له قسطرة. صح. ده موجود، لازم نفهم. بس الحمد لله إنه مؤلم. قليلة. أوي أوي. مينيمال جدا جدا. وبرضه يعني أنا ما نقدرش برضه نحكم إيه يعني الهدف يعني ده. لكن في حاجة حتة تانية مظلمة جدا. وفي عيال يعني أنا مش عايز أقول عيال، يعني عايز أقول إن هم نصابين، ما ينفعش يتقال عليهم غير كده. بيهاجموا القسطرة وبيكتبوا أدوية في مريض ممكن جدا يكون محتاج ياخد قسطرة. هو مش هو جاهل بس. ما هو أنا يعني احنا نعلمه بقى. يعني احنا دي واجبنا. ده كارثي يعني. يعني بيعمل مثلا بص ليه يعمل فيديوهات يتكلم، يقول لك أنا المريض كان محتاج يتعمل له قسطرة بس أنا كتبت له ده. طب وأنت عارف إذا كان فعلا محتاج ولا مش محتاج؟ ما أنت مش عارف. لا هو جهل يا أيمن شديد. القسطرة طبعا حاجة جديدة في مصر. مش جديدة. احنا قريب بس بقت سهلة قوي. يعني ولاد صغيرين بيعملوا قساطر ومهرة. مهرة جدا ما شاء الله. مهرة جدا. القسطرة مش حاجة تخوف خالص. عشان اللي بيسمعنا ده أشعة. أشعة. إيه خلي باله وظائف الكلى هل سليمة ولا لا؟ بياخد كمية كبيرة من الصبغة. وبعدين إحنا بنقف وقفة يا أيمن خطيرة جدا. واحد كلوته لو خد عمل قسطرة هيغسل. هتعطل. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ المنظر ده بنقابله يوميا يوميا. كرياتينين ثلاثة ومحتاج قسطرة. قعدنا مع بتوع الكلى ومع بتوع القلب ومع بتوع الكريتيكال كير حالتنا، قلنا والله لو القسطرة هتنقذ حياته يغسل. المشكلة يغسل بس مضيه ولاده، لان ممكن جدا جدا تبقى مشكله كبيره جدا. يقول لك انا ابويا كان كويس وكان هيعدي وانت خليته يغسل. لا ابوك تعبان محتاج القسطره جدا، القسطره هتنقذ حياته بس هيغسل بعدها. امضي لي انك موافق وانا اعمله. فده المشكله كبيره جدا يا ايمن بتقابلنا. بين نارين. وبعدين انت لو قلت لي ابويا انا هحتاس اعمل له قسطره واغسل بعد كده، هل ده لوجيك؟ القسطره فيها صبغه، فيها صبغه كميه كبيره. بس السي تي ما ما في التشخيص متاسف ما بقاش متاسف. لا مش كده. السي تي اللي هو الاشعه المقطعيه على الشرايين التاجيه، افرض حاجه طلع فيها ضيق وانت عايز توسعه، لازم تطلب قسطره بقى وتدي له صبغه تاني. خلي بالك. يعني خد الصبغه مرتين. انا بعمل سي تي لواحد عمل عمليه قلب مفتوح وعايز اتابعه.
لا داعي للقسطرة، اعمل لي سي تي اتفرج عليه. بعمل سي تي لواحد متاكد انه هيطلع نورمال، متاكد. اعمل سي تي مش هتحتاج اي حاجه. ليه؟ اي نعم رسم القلب بوزيتيف لكن هناك فولس بوزيتيف، فانا يعني ايه، طب اعمل لي سي تي. وانت بتبقى شايف الظروف كلها انها مش شكلها، بس مش عايز اخمن. فالسي تي كويس وكل حاجه وابن حلال واخ عزيز، لكن القسطرة رقم واحد. قسطرة علاجية. انت بتخش بتلاقي ضيق بتسلكه. عايزين نعملها حلقة. فالقسطرة الواحدة. نعملها حلقة. هجيب لك معايا واحد. نتكلم احنا الاثنين. انا هقول في الانديكيشن وهو يتكلم على التكنيك ويجيب صور. بالظبط. هجيب لك واحد عشان كويس نفهم الناس، نقربهم، لانه برضه لسه ثقافة الناس في التعامل. لا مش عارفين بتعمل ازاي. انا عايز اوريهم صورة. ده 7-8 دقايق. بالظبط. ده 7-8 دقايق. ياما في ناس وفي ناس مشاهير. لا ودلوقتي اسهل واسهل من ايدك. مش من رجلك. تقوم تروح في الحال. رجلك هنستنى 4 ساعات عشان ما تتنيش رجلك، انما في ايدك هربط لك ايدك واقول لك روح. ايدي حاجه تقنيه رائعه جدا جدا. عايزين نروح بقى لسؤال مهم النهارده. المره اللي فاتت قلتها. طب ليه؟ والله لا ده مقلب جامد ده. ليه بقى؟ انا بشوف السوشيال ميديا بيكتبوا الولاد جمل مخيفه جدا، وعلى فكره يعني في جمل بتتكتب فعلا في الحديث الشريف. ما معناه؟ ان البني الانسان يلقي الكلمه لا يدرك لها من معنى تهوي به في النار 70 خريفا. ففي ناس بتكتب كلام يخوف يعني. طب بلاش يا ايمن، خلينا في الايه، ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. سبحان الله. يعني اليست هذه واضحه؟ واضحه جدا. ان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. كلام قذر ما يتقالش. في كلام مخيف بيتقال، من ضمن الكلام المخيف كلام الناس على انه الناس تجاوزت وبتعمل حاجات، يعني الشيطان نفسه لما بيشوفها بيضحك. هي كلمه كوميديه والضحك، احنا بنضحك، لكن الشيطان له مداخل ولا فعلا الانسان النفس اماره بالسوء؟ لا ما فيش حاجه اسمها كده. طبعا النفس اماره بالسوء ده طبعا ده فاكت يعني. ان انت دايما عايز تعمل ما هو ممنوع. الزنا بيدفع له شرب الخمره، السرقه ما اخد فلوس ما انا هبقى غني يعني. كذب. اقول لك الاول حاجه تضحك بمناسبه الكذب ده، حاجه تضحك جدا يعني. واحد ماشي في طريق صحراوي بمرسيدس اس 500 بقى، حاجه فظيعه. واحد ماشي جنبه بسيت بتاعت زمان دي 130. عارفها دي. فجاه كده بقلطه جنبه كده وفتح الازاز قال له عندك دش في العربيه؟ الراجل اتعقد، افتكر المرسيدس بقى فيها دش وكده. كل شويه يروح جاي جنبه عندك دش في العربيه؟ فالراجل راح غطسان كده. فجاه جنبه ما يلاقيهوش بيسوق كده لحد ما طلع. قال له انت كنت فين؟ قال له انا كنت في البسين. ده كذاب وده كذاب. مداخل الشيطان يا ايمن للانسان قليله مش كتير. الشيطان استعد له. مش لما يهاجمك تستغفر، استعد له. ان الشيطان لكم عدو. ما سكتش ربنا. فاتخذوه عدو. اتخذوه عدوا. دي بيت الفرس بقى. هو ده القصيد، بيت القصيد. ان انت خدته استعد له. الشيطان مدخله لك ثلاثة. ده حسميات. يعني جايز اي حد من رجال الدين الله فاضل يرد علينا. يقول لا ده مدخله كتير قوي. نمرة واحد الحرص. البخل يعني. قبل البخل بشوية. الحرص. اتغدينا. فضل شوية ملوخية. حطيها في الثلاجة يا بنت عشان انا بنتي بتحب الملوخيه بالليل. القميص ده قديم معلش علقه يمكن. لا الموضه هتتغير. عايز كل واحد في بيته يبص رمى كام اكل. انا ساعات اقول لناس على فكره الثلاجه بالنسبه لكم ترانزيت للزباله. يعني قبل الحاجه ترمي في الزباله، طب ما تطلعها لواحد غلبان. انت اتغديت، الاكل هيفيض ده والله ما هيتاكل. والله ما هيتاكل.
طلعوا الواحد غلبان سيكيورتي عندك ولا واحد واقف بره يكنس في الشتاء ولا اي حاجه. بالمناسبه دي هقول لحضرتك على حته صغيره قوي. عندي لبس معين. عندك؟ عندي لبس. لبس؟ اه. فبدله معينه كده. والله دي حصلت يعني. فانا قلت انا عايز يعني ما بلبسهاش، فانا عايز اديها لحد يعني. يعني تاخرت في الحكايه، نسيتها او تاخرت، شيطان نساها لي. اقول لحضرتك اللي حصل بالظبط. وشيطان لعب في دماغي طب يمكن البسها تاني. بحكي لحضرتك موقف حصل استخسرت من من حصل معايا انا شفت المنظر يعني. فركنتها كده. وبعدين بعد فتره بطلع البدله دي لقيت حشره الاراده كلت البدله. كلت البدله. فنظرت لها متعجبا وخدت درس. الدرس ده immediately طلع ساعتها لانه الحشره عاقبتني وزي ما ضربتني الم ما انساهوش. وتعلمت من الحشره. حرص خطير. انا عايز كل واحد اللي سمعنا يبص تحت سريره يشوف في كام جزمه ما يلبسهاش. يا والله العظيم يفتح دولابه يشوف كام كرافطه يلبس ثلاثه اربعه والباقي كده، كام قميص بقى له سنه انا قايل لزوجتي. لا والبدله اللي هي مش محتاجها دي عند ناس تانية تساوي كتير. قايل لزوجتي اي حاجه ست شهور لقيتيني ما لبستهاش طلعيها. في ناس كتير جدا محتاجه القميص والبنطلون والبدله والكرافطه. في طلبه يعني اقول لك ايه، في واحد كليه طب عنده قميصين بنطلونين. والله يا ريت. بيقول لي يا دكتور حسام لو عندك جزمه قديمه بأديها لي عشان الامتحان. قلت له اوعى تعمل كده. انت هتبقى زميلي بعد ايام. انزل محل تحت عيادتي في محل جزمه. اختار اللي انت عايزه. وما تدفعش حاجه. والله. قلت له اوعى تعمل كده. تخيل ان في ناس ربنا يفتح عليه. يبقى عندنا الحرص خطير جدا يضيعك. الرسول عليه الصلاه والسلام لما السيده عائشه ذبحت جدي وفضل كتف قال لها، قالت له لم يتبقى سوى كتف، قال لها لا بالعكس ده اللي تبقى اللي طلعتيه. ده اللي تبقى اللي طلعتيه مش اللي هناكله. نمره اتنين الغرور. الله. مدخل جميل لشيطان. انت مين انت عشان تكلمه؟ انا استاذ في القصر العيني. طب ما جايز هو افضل منك عند ربنا، افضل بكتير. هو راجل واقف في الشارع يكنس واحسن منك مليون مره. انت بتتكلم في ايه؟ فالغرور يدخل جهنم. جهنم. اظن الجريمه الاولى في البشريه ابليس. اسجد لادم. قال له ده دي الجريمه الاولى مش في البشريه، الجريمه الاولى في الكون. في الكون. ده قبل البشريه. قبل البشريه. اسجد لادم. قال له لا، خلقتني من نار وخلقتني من طين فما ينفعش. نمره ثلاثة الغضب. الغضب يخليك تقتل. زود الجرعه شويه. يخليك تضرب. يخليك تشتم. يخليك تعمل كل المصايب اللي في الدنيا. وانت والله. ولذلك الرسول كان يقول لك ايه؟ غير وضعك. انت قاعد اقف. انت نايم اقعد. روح اتوضى. اعمل حاجه. ليه؟ تنزل الكاتيكولامين شويه. الادرينالين دول الميتابوليزم بتاعهم سريع جدا. احرقهم. عشان تدي نفسك فرصه. اصل الكاتيكولامين ده بيلغي عقلك. انا مشيت على مبدا دلوقتي في الحياه ان لا يمكن اتخذ اي قرار وانا غضبان. برافو عليك. خالص. برافو عليك. يعني اي اصبر يومين. برافو عليك. تو دايز. ده وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تو دايز. لا مش يوم، تو دايز. يعني لسه حاجه حاصله قريب فغضبت ليله جدا فهتخذ قرار. لا في خلاف حصل شديد جدا بين رجال الدين. واحد قال لك ان الطلاق الشفوي لا يقع. الله. تمام. كلو. كلو. قال لما اقول لمراتي انت طالق ما اتطلقتش. لازم البس هدومي وتلبس هدومها وناخد العربيه ونروح المأذون نلاقيه قافل نروح له ثاني يوم تبقى الامور اتصلحت. واي نوت. واي نوت. انا ما اعرفش. يعني ما اعرفش، مش عايز حد يهاجمني. لا، مجرد قلت طلاق فهي حرام عليك. طيب ما هو يعني ربنا عرفوه بالعقل يعني. لا وبعدين تقول لمراتك انت طالق وانت غضبان تروح الازهر يقول لك ما دام كنت غضبان لا يقع. طب ما هو لازم اكون غضبان. ما هو لازم هكون غضبان. انت قلت كلمه حلوه جدا انك ما تاخدش قرار الا بعد شويه.
يا ريت كل واحد يعمل كده، يا ريت على مهلك خد قرار انا هستقيل، رئيسي ضايقني، طب اهدى شباب، ما هو جايز كان في حاله نفسيه تخليه فوت يومين. فالغضب، الغرور، الحرص، دول مداخل للشيطان. الحرص ده جبار والله. ولا تنسى ان الثلاجه عندك ترانزيت للزباله. وانه الحشره الصغيره ممكن تاكل اي حاجه انت هتسيبها تخليها. يعني المنظر ده رعبني. ليك حق، رعبني، ليك حق. لانه بس على فكره ده رضا من ربنا. الدرس طبعا اخدت الدرس. لا، من اخدت الدرس. الدرس الواحد بيتعلمه على طول بقى خلاص. على فكره المحتاجين كتير جدا، محتاجين الاكل كتير جدا، محتاجين اللبس كتير جدا، محتاجين جبر خاطر. وحكايه الاكل دي كمان طبعا. وجبر خاطر ده حدث ولا حرج. ده حضرتك عامل لي مشكله على فكره. ده جميل. عامل لي مشكله. ليه ده حضرتك ببقى تعبت على الاخر العياده. يقول لي يا اخي جبر خاطر بتتكلم عن يا سيدي انا مش قادر اتنفس. عامل لي مشكله والله. جبر خاطر بقى يبقى متبادل، ان واحد يراعي يجبر خاطره. يجبر خاطره حضرتك. يراعي ان انت ده. لا بس ما يعني انا في الفتره اللي فاتت كان ليا يعني الحظ ان انا اشوف ناس فعلا عندهم درجه من درجات جبر الخاطر كتير قوي في مختلف الفروع. جبر الخاطر مش بس انا قلت لك قصه الست بتاعت المدينه. بتاعت سرطان الست. بالظبط. طبعا. وجبر الخاطر في الطب، جبر الخاطر لازم يكون في رجل الشرطه، جبر الخاطر في الفنان. كل حد دول عليهم درجه من درجات جبر الخاطر مهمه اينما قوي. اصل جبر الخاطر مشاهير. بلاش ايه نقوله بجبر الخاطر، لان في ناس يقول لك انا مش فاهم الكلمه دي. هو التنازل. كل ما زاد التنازل كل ما بقيت انسان محترم. بالظبط والله. تنازل. تنازل عن كشف لحد غير قادر، تنازل عن كرامتك لواحد كبير. يعني ما بقول لك احنا بنتكلم السنه الحلقه اللي فاتت انا بتكلم على الاستاذ وكده. يا اخي الاستاذ بس علمك. ضايقك بكلمه تنازل يا اخي. ايه المشكله يعني؟ فالتنازل ده يعني ما شاء الله ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني في واحد بيتبرز قدام بيته لما ما لقاش البراز راح سأل عليه. اليهودي. راح سأل عليه أليس هذا تنازل وجبر خاطر؟ خلاه يسلم. أنا بسأل سؤال مهم جدا لكل الناس اللي أسلموا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. أسلموا ليه؟ أسلموا لأخلاقه. والله شافوا نموذج لا يتكرر. يعني ابو بكر اسلم ليه؟ سيدنا علي وهو لسه صغنن خالص. شافوا اخلاقه. بلاش ان احنا نخليك اديك الدعوه بالعافيه. خليك انت فيري جود اكزامبل وانا هقلدك في كل حاجه. اللقاء القادم متشوقين له ان شاء الله. لا ان شاء الله. يعني طبعا هذا يوم عيد ولقاء دائما مع استاذنا الاستاذ دكتور حسام موافي كالعادة ممتع كثير الإمتاع، علم كثير العلم وغزيره، الاسم الكبير والعالم القدير والأسطورة الحية للعلوم الطبية أستاذنا الأستاذ دكتور حسام وفي كان في الناس الحلوة. خليكم معنا. سلام. التعامل مع العدسات اللاصقة في مصر عامل زي بالظبط اللعب بالقنبله الموقوته. احنا دلوقتي بقينا مش مجرد عايزين نعالج عيوب الابصار، لا ده كمان في تشوهات انت اوريدي مولود بيها وخلاص ما عندكش مشكله معاها، بنحاول نحسن الصوره كمان اكتر من كده. ناس كتير بيجي يقول لك انا عايز اعمل ليزك عشان النظر بيضعف كل شويه. ما هو لو النظر بيضعف كل شويه المفروض ما نعملش ليزك. احنا دايما بنحكم على نتيجه العمليه، يعني ممكن تمتد من 3 أسابيع لشهرين بعد العمليه. هنا نقف شويه صغيرين، لان هو في ناس كتير فاكره ان هنا 3 أسابيع النظر هيقعد يتحسن فيها. يعني هقعد في البيت 3 أسابيع، مش هشتغل 3 أسابيع، مش هتفرج على التلفزيون 3 أسابيع، مش هستحمى 3 أسابيع. لا، انت هتعيش حياتك ابتداء من تاني يوم مباشره. طبيعي جدا الحاجه الوحيده اللي ممنوعه ما تدعكش ايديك في عينيك. اكتر حاجتين بيحددوا مسار الاشعه جوه العين هو القرنيه اللي هو الجزء الخارجي من العين، عشان ناس كتير مش فاهمه يعني ايه قرنيه. 90% من العينين اللي بيعملوا ليزك
بيبقوا مبسوطين ما بيلبسوش نظارة. الفيمتو لعب دور كبير جدا في رفع نسب الأمام في عملية تصحيح الإبصار والحصول على نتائج رائعة. أبيض أس 2 فيجي العين يقول لك أنا جاي أعمل ليزك، معلش أنت جاي تقلع النظارة، فسيبني أنا أختار لك اللي يناسبك إيه. الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دوليا، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا كثيفة العلم في عالم العيون، لكن خلينا نبدأ بحاجة أنا تكلمت عنها قبل كده والضيف العزيز يتكلم عنها بالتفصيل قبل كده، لكن لا نمل من تكرارها، العدسات اللاصقة. يا جماعة العدسات اللاصقة دي يعني في مصر أنا شايف التعامل مع العدسات اللاصقة في مصر عامل زي بالظبط اللعبة بالقنبلة الموقوتة، قنبلة ماسك انت قنبلة عمال تلعب بيها كده زي اللعب بالقنابل. ليه بقى؟ لان احنا في مصر انا بشوف تصرفات يعني وانا بشوفها كده اللي هو ايه يعني انت عارف زي بالظبط ما حد يمسك مسدس ويروح جاي بيطلع رصاصه ضاربها كده جنبك كده يقول لك الله رصاصه جت جنب ودانك ما قتلتكش اهو الحمد لله، او زي في الافلام بقى اللي فيها السيرك واحد سكينه ماسك سكينه كده وراح دب ضربها راحت شبكه في الجاكيت ما طلع الجاكيت فوق زي فيلم بتاع عصابات نيويورك بقى ما كان بيضرب السكاكين على الشال اللي على كتف البنت فراح رافع الشال حاجه يعني التصرف مع العدسات اللاصقه كده انت يعني بشوف بنات وهي قاعده فجاه كده في وسط الكافيه فجاه تروح جايه قلع على العدسات انت غسلت ايدك؟ لا انت بتعملي ايه يا ست؟ يا حاجه انت بتعملي ايه يا حاجه؟ اتنين بنات قاعدين في وسط فرح او في وسط عزومه وتلاقي واحده تقول لواحده هي العدسه اللي في عينك دي لونها ايه بالظبط؟ زرقاء وريني كده تروح دانية دب مطلعها لها انت بتوريها خاتم او بتوريها الشراب او بتوريها حاجه دي كومبليكيشن بسيطه من مضاعفات العدسه يعني التهاب رهيب في العين. طبعا ده غير بقى اللي بيلبسوا العدسات وهي بتسوق بسيطه اكيد الصوره اللي هيشوفها بالعدسة دي مش زي الصورة اللي بيشوفها بالعدسة التانية ففي نظارة يبقى هو نفس المقاس والمقاس مطابق ومظبوط بس هو مستريح بالنظارة دي والنظارة التانية مش مستريح عشان نوعية الإزاز نفسه نوعية الإزاز هنا مختلفة ممكن يكون العدسة هنا مظبوطة وهنا العدسة فيها تمويجة بسيطة فتخيل بقى حضرتك دي حاجة موجودة نقدر نصلحها في القرنية على مستوى العين نفسية فده اللي بيفرق معانا قوي. تعالوا نروح للجزء الثاني، الجزء الثاني هنشوف برضه نظرة الناس هل تقدر الناس تفرق كويس وتفهم كويس الفرق بين الليزك التفصيلي او الكاستم ليزك زي ما الناس بتقول دلوقتي والليزر التقليدي العادي. تعالوا نشوف في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ العيان اللي جاي لك متبرمج دماغه حافظ مش فاهم يعني ويقول لك انا عايز اعمل مثلا فيمتو ليزك انا عايز اعمل فيمتو تقول له انا هعمل لك ليزك تفصيلي وتقول يقول لك لا انا عايز اعمل فيمتو ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا هو طبعا ممكن نسميه متهم مش هقول جاني ولا بريء هو متهم هو مشوش يعني هو ممكن يكون حد من قرايبه من اصحابه عمل ليزك ومبسوط بيه فقال لك انا ليه اعمل ليزك تفصيلي ما انا اعمل ليزك زي ما صاحبي او جاري او قريبي عمل بس هو ممكن يكون في اختلافات ممكن يكون صاحبك عنده عيوب الابصار عنده قليله ما عندوش تشوهات بصريه كثيره فبالتالي الجراح بتاعه اختار له مستوى معين من الليزك انت ما ينفعلكش في بعض الناس عندهم مشاكل في القرنيه بتاعتهم لازم نعملهم ليزك تفصيلي علشان احنا عارفين ان الليزك العادي مش هيديله رؤيه واضحه في ناس عندها استجماتيزم عالي لازم نعملهم ليزك تفصيلي في ناس عندهم تضاريس القرنيه نفسها مختلفه مفلطحه زياده عن اللزوم او محدبه زياده عن اللزوم هنا برضو ليزك التفصيلي بيبقى ليه دور كبير في تحسين الصوره اللي بيشوفها المريض ده الفيمتو ليزك لا ده اللي حصل اللي فات ده كان الليزك العادي بقى اللي هو مش فيمتو خالص اللي هو بقى بالمش
بالمشرط ده برضو مهم جدا، كويس ان الفيلم ده ظهر عشان بيبين هنا احنا في مشرط كنا بنستخدمه وقت العمليه، دلوقتي بقينا نستخدم الفيمتو ليزر، مفيش مشارط خالص، ان المشرط مش عمليه ان هو بيوجع ولا حاجه، بس المشرط مش دقيق في دقه الفيمتو ليزر في القشط الاولاني خالص بتاع القرنيه. ما لا يتبع التعليمات والارشادات بعد الليزك بتفصيل ده متهم برضو. المريض نفسه ما يتبعش. لا ده مجرم. لا مجرم طبعا. طبعا يعني احنا بنقول في مضادات حيويه لازم تستخدم بعد العمليه على الاقل فتره اسبوع، دي مش مشكله، ثلاث اربع مرات في اليوم لمده اسبوع دي مش مشكله، اطر مضادات للالتهابات تمشي عليها اسبوعين او ثلاثه مش مشكله، في اطرات ملطفه علشان في جفاف للعين ودي برضو بنستخدمها لفتره طويله شويه صغيرين، بعض الساده بيبقوا منزعجين يقول لك ازاي همشي على اطره شهرين او ثلاثه بعد العمليه، هي دي اطره ملهاش مواعيد ثابته، دي اطره ترطيب ملهاش مواعيد ثابته، لو حسيت في اي وقت بحرقانه وشكشكه حط من القطره دي، واحنا بالمناسبه بنكتبها للناس حتى لو ما بيعملوش عمليه ليزك، اي حد في بسبب جونا وبسبب حياتنا اسلوب حياتنا او اسلوب المعيشه عندنا بقينا نسهر كتير ونقعد على الموبايلات فترات طويله، فبيجي لنا فترات بنحس بحرقان وشكشكه نتيجه جفاف في العين، فبنقول له استخدم قطره ملطفه. فاحساس ان انا هاخد علاج بعد العمليه لفتره قد تقصر او تطول المفروض لا ما يبقاش مبرر ان انا ما اهمل في العلاج ده وابوظ العمليه. طبعا حوالين الليزك في اوهام كتيره، في افكار كده الله يكون في عونكم، يعني خصوصا يعني دكاتره الرمد ما عندهمش، يعني هم الرمد كبرانش طبي سوبير شويه يعني له كده بريقه، فلما يجي حد يقول لك بقى معلومه وهميه كده يعني بتقلب. لا هو كتير معلومات وهميه كتيره جدا يعني. احنا بنتحمل في البطن لما يجي حد يكلمك عن الضغط او السكر بنتحمل. لا الله يكون في عونكم برضه، ما انتوا عندكم برضه حاجات يعني تجيب الضغط والسكر. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ اللي بيعمل ليزك تفصيلي بيشوف 6/6 بعد العمليه على طول تاني يوم العمليه، الكلام ده لا 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 لا. لا الكلام ده مش مظبوط، وده مهم جدا واشكرك على هذا السؤال. احنا دايما بنحكم على نتيجه العمليه، يعني ممكن تمتد من 3 أسابيع لشهرين بعد العمليه، هنا نقف شويه صغيرين لان هو في ناس كتير فاكره ان هنا 3 أسابيع النظر هيقعد يتحسن فيها، يعني هقعد في البيت 3 أسابيع مش هشتغل 3 أسابيع مش هتفرج على التلفزيون 3 أسابيع مش هستحمى 3 أسابيع، لا انت هتعيش حياتك ابتداء من تاني يوم مباشره، طبيعي جدا الحاجه الوحيده اللي ممنوع ما تدعكش ايديك في عينيك، لكن احنا بنطمنك بنقول لك لو في شويه تشوهات بصريه بتشوفها بعد العمليه، لو شايف الاضاءه ملخبطه شويه صغيرين، لو شايف وانت سايق العربيه ان بيطلع اشعه من مصدر الاضاءه او هالات حوالين مصدر الاضاءه، فدي كلها اعراض طبيعيه بعد العمليه هتتلاشى تدريجيا ما بين 3 أسابيع لشهرين. فكويس قوي حضرتك ان قلت ان بالذات كمان مع الكاستم ليزك او ليزك التفصيلي عشان التصليح بيكون اكثر دقه واكثر يعني نقدر نقول كومبليكيتد يعني او معقد اكتر، ففتره النقاهه ممكن تطول شويه صغيرين، فبنطمنكم يا جماعه انتوا هتشوفوا كويس قوي، بس ما تحكموش مش من تاني يوم على طول، اصبروا معانا شويه من 3 أسابيع لشهرين قبل ما النظر يستقر تماما، وانت هتستمتع بجوده رؤيه عاليه غير مسبوقه. جوده رؤيه عاليه غير مسبوقه بالظبط. حلوه قوي الحكايه دي. تعال نقف بقى سؤال، في ناس بتقول انه بعد الليزك التفصيلي في شبوره بتيجي في العين لمده يوم او يومين. ده اكيد طبعا لازم يحصل الكلام ده زيها زي اي عمليه ثانيه، ما فيش حد بيجي يعمل عمليه ويقول ثاني يوم خلاص، لان دي فتره التئام بتختلف من شخص للتاني، بنقول ممكن يوم او يومين بيبقى في شويه شبوره، ساعات القرنيه بيبقى فيها ارتشاح بسيط، في طبعا لسه الخلايا النفسيه ما التئمتش ما خدتش وضعها طبيعي ثاني، فده طبيعي، الشبوره دي بنطمنكم دي طبيعيه جدا، ساعات بتقعد 4 ساعات بس، ساعه بتقعد يوم ساعه بتقعد يومين، لكن مش شبوره مش كتيره لدرجه ان تخليك قاعد في البيت مش عارف تعمل حاجه، لا بالقول اتفرجوا على التلفزيون يا جماعه، اقعدوا قدام الكمبيوتر، تقدر تنزل سوق العربيه على الاقل بالنهار، يمكن بالليل تبقى رؤيه ملخبطه شويه صغيرين، لكن الشبوره مش هتبقى عائق تمنعك عن ممارسه الحياه بشكل طبيعي. ممكن نستخدم الموبايل والتلفزيون والكمبيوتر ثاني يوم. ممكن. يقين. الكونتور الليزك ما ينفعش اللي عندهم قرنيه مخروطيه. هو كلمة ليزك ما تنفعش لأي حد عنده قرنية مخروطية، بس هنا في حاجة جديدة إن الكونتورة ليزر تنفع للناس عندهم قرنية مخروطية. ليه؟ إن القرنية المخروطية بتخلي القرنية شكلها منبعج قوي. فالناس دول في مراحل القرنية
أولانية، احنا عندنا أربع مراحل من القرنية، في عندنا مرحلة مخروطية، قرنية مخروطية بالظبط، في التالتة والرابعة دول لازم يتعملهم إما دعامات وساعات بنلجأ لترقية قرنية. المرحلة الأولى والتانية يبقى القرنية نفسها شكلها منبعج مش طبيعي ملخبط، وفي تضاريس متلخبطة خالص، يعني التضاريس اللي هي فيها التعرجات دي بتبقى زيادة قوي عن الطبيعي. فالناس دول هم خلاص استسلموا للأمر وقال خلاص احنا ممكن عايزين بس نثبت النظر بتاعنا، بنعملهم عملية تثبيت وبيلبسوا نظارة ومؤهلين نفسين للموضوع ده. بس المشكلة بيجي يلبس نظارة مش شايف بيها كويس. ليه مش شايف بيها كويس؟ علشان التعرجات اللي في القرنية زيادة عن الطبيعي، زيادة عن الحد ان المخ يقدر يستوعب، وزيادة عن ان الحد ان الأشعة نفسية بتخش بتنكسر جوه العين، بتنكسر بطريقة بتشتت بشكل مبالغ فيه جدا، فالمريض ما بيشوفش كويس حتى في وجود النظارة. طب الحل ايه في حالة زي كده؟ ناخد التقنية دي بتاعت الليزر، طالما انا ليا القدرة ان انا احاول اصنفر القرنية وارجع القرنية، اعالج التضاريس دي وارجعها للشكل الطبيعي تاني، بحيث ان المريض يقدر يلبس نظارة يبقى شايف بيها كويس، فانا ممكن اعمل هنا هوت الكونتورا فيجن ليزر للقرنية المخروطية. بس هنا ما سموش بقى كونتورا خلوها للناس اللي هم عايزة تقلع النظارة يعني بس، لكن هنا بيسموه توبوغرافي جايدد بي ار كي او ليزر مبني على تضاريس القرنية، هي نفس فكرة الكونتورا فيجن بس مش ليزك طبعا، ليزر بنعالج بيه التعرجات دي علشان ندي فرصة للمريض يشوف بالنظارة كويس. احنا مش بنلغي النظارة، احنا بنقول له لا هنخليك تشوف بالنظارة كويس بالذات في مراحل القرنية المخروطية الأولى، الدرجة الأولى والدرجة الثانية. دائما بتقدم لنا كل جديد، يعني احنا بننتظر منك يعني كل اللي اتقال النهارده في حلقه جديد ما اتقالش قبل كده خالص، نبقى نعمله حلقات تانية. نعمله طبعا، لانه احنا يعني بالنسبه للليزك التفصيلي ده ما اتقالش خالص قبل كده بالتفصيل دي. الكونتورا اول مره، الليزك اول مره تقال في الاعلام، رغم انها موجوده بقوه في الجراحات او في عمليات الليزك الموجوده. هي لا مش قوي، هي لسه هي يعني معتمده بس سنه 2013، ويمكن أوروبا سبقت أمريكا في الموضوع ده شوية من 2013-2015، يعني 5 سنين تعتبر عمره قصير قوي في عمر جراحات الجراحات. بس احنا بنفرد ان ده الكلام لأول مرة يا سيدي. بالظبط. الله يخليك. سعيد بهذه الزيارة سعادة غامرة، طبعا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أحمد عساف، كان في الناس الحلوة، خليكم مع الناس الحلوة. الشيشة الإلكترونية، الجهاز الصغير ده، الفيب، والأشكال المختلفة للتدخين الإلكتروني، ده أمر في منتهى الخطورة. أول مشكلة عندنا من التدخين هي مشكلة الزيروستوميا أو اللي هو جفاف الفم. ده أول شيء بيبدأ يعني السخونية الناتجة من السجاير والأطران اللي بيتحرق اللي موجود في السجاير. بيبدأ يعمل مشاكل كبيرة جدا في أنسجة اللثة، يخلي اللثة في حالة من الالتهاب المزمن. تجميل الأسنان ده ممكن يجي نعمله بالكراونز، نعمله بالطبقات أو الفينيرز، أو نعمله بالمينيمال بريب فينيرز، أو في بعض الأحيان بنلجأ إلى تقويم الأسنان الأول قبل ما نعمل أي حاجة تجميلية. الزراعة والتركيبات، هل بينهم تنافس؟ الزراعة هي نوع من أنواع التركيبات. إمتى ما عملش تركيب؟ لو إحنا عملنا التركيبات والمريض لم يعتني فالتركيبات لازم هتفشل، لازم تصمم ابتسامة ملائمة للوجه. التدخين بيعمل في السنة؟ وبيبدأ بمشاكل بسيطة جدا ممكن تنتهي لا قدر الله إلى سرطان الفم. لو مريض السكر غير محافظ أو سكره عالي جدا، أنا بنصح إن ده لا يصلح بصراحة. الدكتور أحمد الحبشي استشاري تجميل الأسنان، رئيس مجلس إدارة كلينيكا جويل. اهلا بكم، خلينا النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع يعني زي ما بقوله هو الاكثر اهتماما او الاكثر طرحا في الدوائر العلميه، وهو تاثير السكر، تاثير التدخين على صحه الفم. لكن
انا هتكلم في المقدمة عن جزء معين في التدخين لانه بدأ يبقى خطير جدا، عن الشيشة الالكترونية. الشيشة الالكترونية الجهاز الصغير ده الفيب والاشكال المختلفة للتدخين الالكتروني ده امر في منتهى الخطورة. وانا دلوقتي بعمل ابحاث وبذكره بالتفصيل جدا، لكن اقول لكم جزء مهم جدا راحت في نيويورك الامريكيه في جامعه اسمها روشستر، قالت انه تدخين الشيشه الالكترونيه والابخره الناتجه يدمر انسجه اللثه. الابخره الناتجه عن الشيشه الالكترونيه تدمر انسجه اللثه. ايضا ذكروا بدراسه مستفيضه بتفصيل دقيق جدا انه عندما يتم حرق الأبخرة من الشيشة الإلكترونية تأثير الخلايا المنطلقة على الخلية الخارجة على إطلاق البروتينات التي تسبب الالتهابات بتكون عالية جدا. بروتينات ضارة، حرق لمواد معينة منها الجليسرين والمكسبات للنكهة، ودرجات الحرارة المرتفعة، ارتفاع درجة الحرارة للدخان الداخل في الأنسجة أو على الأنسجة الخاصة بالفم والرئتين يسبب أضرار في منتهى الخطورة. بلا شك يسبب أضرار خاصة بالالتهابات اللثة، وأيضا من الأشياء الوجود الأبخرة دي من الأشياء التي تؤدي إلى ميتابليزيا، الأبخرة والسخونية العالية قد تؤدي في بعض النظريات إلى ميتابليزيا وخلل في تكوين الخلوي الموجود في اللسان، وده بيبقى معناه أنه اللسان معرض إلى الإصابة بسرطان اللسان. خلي بالكم أنه الناس اللي وراء الشيشة الإلكترونية بيهاجموا الكلام ده. يعني الناس اللي وراء الشيشة الإلكترونية، الشيشة الإلكترونية تجارة، فاللي بيتاجروا فيها اللي عندهم تجارة فيها بيهاجم أي حد يهاجم في الشيشة الإلكترونية ويقول له أي حد. طبعا ده دي تجارته، هو في دماغه أنه أكيد طالما أنا قلت كده هأثر على مبيعاته فهو يهاجمني، يقول أنت بتقول الكلام ده أنت مش فاهم أي حاجة. أنا بتكلم من واقع دراسة عاملها جامعة موجودة في نيويورك في أمريكا، بتكلم على مستوى دراسات معمولة في حتت كتيرة في العالم. فخلي بالكم انه هذه ولسه احنا الشيشة الالكترونية ما بتتاخدش يعني حلقة كده نقعد نتكلم على الشيشة الالكترونية في كل حتة، كل شوية اقول لكم حتة عليها، هكلمكم على المكونات بعد كده، هكلمكم على الجليسرين لوحده لما بيتحرق بيعمل ايه، المكون الاساسي منها، هكلمكم على النكهات اللي بتتعمل تحت بير السلم في اماكن ما حدش عارف مصدرها ايه، مش حاجة يعني عالمية يعني، لا حاجة بتتعمل في أي حتة، نكهات دي فتعمل مشاكل كبيرة جدا لصحة الفم. ضيفي العزيز النهاردة هيكلمنا كمان عن السكر، وهنا نقف وقفة كائلة أمام تأثير السكر على الأسنان. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا العالم وواحد من المؤسسين الرائعين لمنظومة طبية متميزة للغاية على المستوى العالمي هي كلينيكا جويل. ضيف العزيز هو طبعا رأس هذه المنظومة الأستاذ الدكتور أحمد حبشي. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك، منورني. ومعلش أنا إيه بقى يعني الحديث، أنا عارف دي حتتك بقى طبعا يا دكتور أيمن. لا أصل أنا يعني حتة الشيشة الإلكترونية دي لنا للي بيعملوها، مش لنا هي بقى هي حاجة صماء، لكن اللي وراها طبعا انصماط، وراها ناس وراها ولاد في مصر أو شباب في مصر بيتاجروا فيه طبعا يا فندم في كل حتة دلوقتي. وبس هي خطورتها إن أنت مش عارف إيه اللي موجود، السائل اللي بيستخدم ده محدش يعرفه تمام. وهي نوع حديث نوع مستحدث من التدخين، يعني ما بعدناش عنه كتير زي ما حضرتك وتفضلت قلت. نوع من انواع التدخين ليه اضراره وليه مشاكله. التدخين بيعمل ايه في السنان؟ في الفم بقى عامة. في الفم عامة. بص اقول لحضرتك على حاجة، أول حاجة عندنا طبعا احنا مش عايزين نروح للحتة السوداوية، ولكن احنا هو بيبدأ بمشاكل بسيطة جدا ممكن تنتهي لا قدر الله إلى سرطان الفم. سرطان الفم ده يشمل سرطان اللسان، وده طبعا بتبقى مشكلة كبيرة جدا. سرطان الشفايف اللي تحت طبعا من الحاجات برضو اللي معروفة جدا بتحصل في الفم، وسرطان البلعوم يعني، بس ده برضو يعني احنا بنقول ان هو تبع الفم، ولكن ده برضو نوع من انواع السرطانات. ولكن هو بيبدا اولا اول مشكله عندنا من التدخين هي مشكله الزيروستوميا او اللي هو جفاف الفم. ده اول شيء بيبدا يعمله.
اول ما بيحصل جفاف الفم بيبدا يظهر لك كل حاجه بقى، كل مشاكل اللثه، مشاكل في التيست بودز او اللي هي الشعيرات اللي مسؤوله عن تذوق الاكل في اللسان، مشاكل في الانسجه الناعمه اللي موجوده في الخدود او في الشفايف، كل الكلام ده بتبدا يحصل لك مشاكل. طيب هنروح على المشكله الثانيه، السخونيه الناتجه من السجاير والاطران اللي بيتحرق اللي موجود في السجاير بيبدا يعمل مشاكل كبيره جدا في انسجه اللثه، بيخلي اللثه في حاله من الالتهاب المزمن، يعني عمرك ما تلاقي ان اللثه بتاعتك صحيه 100%، دايما هتلاقي فيها مشاكل وفيها التهابات. طبعا احنا بنقول ان مشاكل اللثه دي البدايه والنهايه هي عباره عن ان انت بتفقد السن في الاخر. فدايما التدخين الحقيقه مشاكله بتبقى على الفم كامله، الروائح الكريهه اللي بتبقى موجوده في الفم، النزيف المستمر من اللثه في بعض الحالات، ومش حالات قليله، حالات كتيره. حتى الاحصائيه الاخيره لما قالوا ان في 12% من سكان العالم عندهم مشاكل في اللثه، لقوا ان ال 12% دول 90 او 95% منهم هم المدخنين، واسبابها هي التدخين. فده بيعكس لك قد ايه اضرار التدخين على صحه الفم وصحه اللثه. هقف قدام بقى السكر شويه. تمام. السكر بيعمل ايه؟ ده كتير بقى. طبعا حضرتك طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انت عارف طبعا مريض السكر دايما بيبقى عرضه يعني بيبقى دايما المناعه عنده منخفضه، فالبكتيريا بتبقى الحقيقه نشطه جدا عند مرضى السكر وبالذات اللي هم غير محافظين على السكر. هنروح على منطقه الفم، منطقه الفم هي طبعا اول حاجه لما بتبقى نسبه السكر عاليه في الجسم بتبدا تاثر على الغدد اللعابيه اللي بتفرز اللعاب في الفم. اللعاب ده اهم حاجه عندنا في الفم، ليه؟ ان هو موجود فيه، اللعاب هو اللي بيغسل الفم من البكتيريا، موجود في خلايا المناعه، موجود في حاجات كتيره جدا. اللعاب ده ليه فوائد كتيره جدا في الفم. فاحنا مناعه في الجسم عامه في حاله علو السكر بيبدا البكتيريا دي تهاجم اللثه، تبدا تلاقي ان بقى في التهابات قويه جدا في اللثه، ممكن نوصل تلاقي ان في صديد في اللثه، وعند مرضى السكر كتير اللي غير محافظين الحقيقه بتلاقي دايما في صديد في اللثه عنده، تمام، بكتيريا موجوده مزمنه عملت انفكشن او عملت عدوى في اللثه وبدا يبقى في صديد. دي بتبقى مراحل الحقيقه مقلقه جدا، لان انت بتبدا تلاقي الاسنان بدات تتحرك. تلاقي اي مريض للسكر غير محافظ على السكر هتلاقي دايما عنده في موبيليتي او حركه في الاسنان، فدي لخلخ، دي اسوأ شيء ان انت بتلاقي الاسنان بدات تتحرك، يعني معنى كده يا هتفقدها بنسبه 70%، ممكن يبقى 30% نبدا لو جه بدري قوي يبدا استشاري اللثه او اخصائيين اللثه يبداوا يعالجوها، بس طبعا بتاخد مننا فترات طويله جدا عشان نقدر نوصل لعلاج اللثه. تمام. فدي مشكله الحقيقه السكر على الفم، وفي نفس الوقت احنا لما بيبدا ينخفض عندنا اللعاب فالفم بيبقى عرضه للتسوس. ليه؟ ان اللعاب هو بيغسل البكتيريا اللي موجوده، لو ما فيش حاجه بتغسل البكتيريا الموجوده بدا التسوس يشتغل على الاسنان، فانت بدات كمان بقى في مشكله تسوس غير مشكله اللثه، فهي بايظه من كل حته خالص. عايز اروح للزراعه مع مريض السكر، مرضى السكر بيفقدوا اسنانهم. تمام. وعندهم اعتقاد انه مش هينفع لهم زراعه، عند بعضهم يعني. فانا عايزك تحكي لي بقى الزراعه عموما ثم الزراعه مع مريض السكر. هقول لحضرتك على حاجه، زراعه الاسنان هي من هنتكلم من 15 20 سنه كان اي مريض عنده سكر ما ينفعش نزرع اسنان. تمام. ليه؟ ان زي ما قلنا مريض سكر انفكشن، العظم مش قوي، بيبقى ساعات في بعض الاوقات مؤدي الى هشاشه عظام، نسبه الاستروجين قليله فيبدا يعمل هشاشه عظام، الكلام ده كله. في التطور لعلم زراعه الاسنان نقدر نزرع لمرضى السكر، ولكن مطلوب منهم حاجتين يبداوا يظبطوا السكر بتاعهم عشان نقدر نزرع. مهم جدا في وقت عمليه الزرع وعلاجات الزرع نبدا نديهم دوزز او جرعات من المضادات الحيويه، تمام، عشان نبدا نامن منطقه الفم ومنطقه الزرع بالذات من ان البكتيريا تبقى نشطه قوي فيها. تمام.
لو مشينا بالطريقه دي وشفنا السكر بدا يتظبط ومفيش اي مشكله بنزرع وان شاء الله تبقى الامور كويسه جدا والعمليه امنه. لو مريض السكر غير محافظ او سكره عالي جدا انا بنصح ان ده لا يصلح للزراعه. لازم عشان نزرع يكون السكر متظبط. غير كده لا هيفشل الزراعه الحقيقه. لما نيجي نشتغل على نقول ان الزراعه ناس كتير بتفكر دلوقتي في الزراعه ما يسمى بالزراعه الفوريه، ايه نظرتك للزراعه الفوريه؟ الزراعه الفوريه في حالات معينه نقدر نعملها تمام؟ لكن مش في كل حالات وما نستسهلش الموضوع، دايما اي مريض داخل لنا العياده هو عايز يخلص في نص ساعه كل حاجه. طبعا ده مش صح، لما بنبدا ناخد ريسك او ناخد مجازفه الحقيقه بننتهي ان المريض هو اللي بيدفع الثمن. احنا حطينا الزرعه وخدنا المجازفه وعملنا الاميديت لودنج وكل حاجه تمام كويس، الراجل فرح قوي وطلع بسنان بعد 3 شهور جاي كل السنان دي في ايديه، هنا دي المجازفه انا مش هقدر يعني طبعا. وده شفناه كتير جدا 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 سواء هنا او بره مصر الحقيقه، ناس جازفت اللي بيدفع الثمن هو المريض. احنا بنمشي بالاسس العلميه وبنمشي بالطريقه الصح، والحاجه اللي نقدر نعملها على طول نعملها، الحاجه اللي احنا مش هنقدر ومحتاجه وقت ما نستعجلش فيها ان المريض فعلا هو بيدفع الدم. طيب هنروح لمنطقه ثانيه برضو مهمه قوي، هي الاستعدادات الخاصه لمريض السكر قبل الزراعه. ايه هي؟ زي ما قلت لحضرتك تظبيط السكر ده رقم واحد، مضادات حيويه تمام في اثناء وبعد زراعه الاسنان تمام. الميجرز بقى الهايجين ميجرز اللي انت ازاي بتقول له ازاي يعتني بصحه الفم بتاعته، غسيل الاسنان، غسول الفم، في بعض الاوقات بنستخدم غسول الفم اللي يحتوي على الكلوروهكسيدين عشان نضمن ان هو يعني يدمر البكتيريا اللي بتشتغل على خلايا اللثه وخلايا العظم اللي موجود في الفك. المتابعة الدورية والمتابعة لمريض السكر أعلى بكتير من أي حد ما عندوش داء السكر. لازم يجي لنا مثلا ليتس سي النهاردة بعد الزراعة بعد شهر لازم يزورنا، بعد شهرين بعد ثلاثة بنمشيها كده لغاية أول سنة بس نطمن الأمور كويسة، وبعد كده بيبدأ يمشي كل 6 شهور أو كل 3 شهور حسب الحالة وحسب وضع المريض الصحي، يعني السكر بتاعه عامل ازاي، منتظم خلاص ولا لا كل شويه عمال بيعلى ويوطى. كل الكلام ده بيلعب دور كبير جدا، لازم يبقى الدكتور ملم تماما بمرض السكر وكيفيه التعامل مع مرضى السكر. كيف ترى دور الاشعه المقطعيه مع الزراعه؟ مع زراعه الاسنان؟ ده اهم شيء. انا عامه ما بنعملش اي زراعه غير لما يكون عندنا اشعه مقطعيه. بطلنا. لا ليه اخد الريسك؟ ليه اجازف على عيان؟ عندنا التكنولوجي وعندنا الاجهزه، ناخد اشعه مقطعيه نشوف وضع، نشوف العظم قد ايه، كثافه العظم، سماكه العظم، فين الاعصاب اللي احنا نبعد عنها، نقدر نحط زراعه قد ايه، طولها عرضها هنحتاج قد ايه، كل الكلام دلوقتي الاشعه المقطعيه حلت لك المشكله دي تمام. تمام. زمان كنا بنضطر نعمل اللي هي البانوراما او ال 2 دي، كان بيحصل منها كوارث. مش بقول ان كانت دايما، ولكن كان في بعض الاحيان دكاتره لسه مبتدئه وما عندهاش خبره كانت بتعمل منها مشاكل، وحتى اللي كانوا عندهم خبره كان بيحصل منها اخطاء. الاشعه المقطعيه جمالها انها مورياك كل حاجه، كانك انت جوه العظم عارف ايه اللي انت عايزه. فطبعا احنا دلوقتي شغلنا كله بالاشعه المقطعيه. الزراعه والتجميل هل هم عالمين منفصلين ولا عالمين متحدين؟ في بعض الاوقات بيبقوا متحدين وفي بعض الاوقات لا، يعني في حالات كتيره انا بشوفها سبيشال لما بتبقى في المنطقه الاماميه دي لا بقلق من الزراعه في الوقت ده تمام، بشوف الصحه العامه بتاعت المريض عامله ازاي، السن، وضعيه العظم عامله ازاي، لا بحس ان انا لا ممكن ازرع هنا ويحصل فشل للزرع تمام. فشل الزرع هنا هتبقى فيها مشكله، الزرع احنا هنشيلها ماشي اوكي، بس هيحصل تاكل للعظم ازيد وده هيخليني لما اجي اعمل جسر او تركيبه ثابته للمريض بدل الزرعه هيبقى فيها مشكله في الشكل الجمالي. فمهم قوي تقيم الحاله من الاول سبيشالي في المنطقه الاماميه اللي فوق دي، نوعيه العظم ساعات بيبقى فيها هشاشه عاليه جدا، بنبقى دايما نقيم الحاله قبل ما ناخد القرار، ان احنا لو عملنا زرعه وكان تقييمنا للحاله غلط الحقيقه هتبقى فيها مشكله بعد كده. انت عارف انه في مصر في اماكن فيها
تجاوزات رهيبه في عالم الاسنان جدا. مش بتكلم على ده، مش لا قدر الله، عدات العدات كلها رائعه يعني، لا ده انا بتكلم على تجاوزات في الشارع بيعملوا في اماكن. والله احنا شفنا فيديوهات حاجات غريبه، ده سمعت عنها سمعت عنها وشفناها. لا لا شفنا وعلى قهاوي مشاكل رهيبه، ويعني كفانا فيروس سي، مش هقول لك غير كده يعني، كفانا فيروس. اللي هفرجك على صوره يعني تتحط في النوادر والعجائب، دي زرع معموله بمسمار حقيقي. مسمار؟ لا والله العظيم. اه والله مسمار، ده مسمار بجد تقريبا يعني. لا لا ده 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 كارثه يعني. لا لا وبعدين ده لا لا يا نهار ابيض، اهو المسمار اهو. لا 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 ده كارثه، هو كان هيركب ازاي فوقيه؟ مش بقول لك ده هيركب ازاي؟ في حاجات بتحصل غريبه. لا والله انا مش عارف. انت عمرك ما شفت حاجه زي كده؟ انا اول مره في حياتي اشوف حاجه زي كده. انت نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك واسعدتنا بوجودك معانا، وعملك ما شاء الله هنا وفي دبي ما شاء الله يعني له ريبيتيشن رائع جدا، تعبر بقوه عن العمل الجماعي، عن صناعه مؤسسه، عن جهد الطبيب المصري في الخارج وفي الداخل، وجهد كبير انا بحييك جدا عليه، وبشكرك على تلبيتك الدعوه، وبحيي كلينيك جويل انها ادتنا فرصه ان احنا نتعامل ونقدم الثقافه الطبيه من خلال منظومه عالميه. ربنا يخليك يا دكتور عادل. ضيفي العزيز الدكتور احمد حبشي كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا في الناس الحلوه. ابعدوا عن المسامير اللي موجوده دي، خليكم مع الناس الحلوه. القاعده بتقول ان الغضاريف دايما كانت بتيجي في السن الكبير، احنا بنتكلم في طلبه في اعدادي وفي ابتدائي واطفال بيجي لهم مشاكل في الرقبه والفقرات العنقيه، العصب لو راح ما بيرجعش، لما بنعدي بقى سن ال 40 وال 45 وال 50 طبعا وما بعد ذلك بتبدا بقى المشاكل بتاعتنا بتكتر، في ناس بتحب تلبس الرقبه السفنج الطريه الحلوه الجميله دي اوانطه دي ولا لها قيمه. انا دوري ان انا انصح حضرتك واقول لك الطريقه تتعامل بيها العمليه. الكيروبراكتيك هو ايه؟ طقطقة المفاصل، بس علم اعرف المفصلة واتجاه الحركة بتاعتها. مفيش حد ما بيقولش ظهري بيوجعني. العمود الفقري النهاردة ما عادش زي زمان لأن قوته بقت أضعف. مشاكل العمود الفقري أعراضها غامضة. العصب مش هيديني فرصة إن تفضل الفقرة تنزلق والغضروف يتآكل وهو يفضل عايش معاك. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بكم، النهاردة حلقة مثيرة ومهمة جدا، ولو قلت لكم إن عنوانها إنه الإهمال خطورته أن يكون مزمن، وإحنا أبطال في الإهمال المزمن. الإهمال المزمن في قعدتك الغلط، الإهمال المزمن في أنك أنت ما بتلعبش رياضة، الإهمال المزمن في أنك بيجي لك ألم فبتطنشه، تاخد له ألم مسكن ألم يعني لو أنت يعني مهمل قوي أو بتستهبل أو هتاخد لك مسكن عنيف زي الترامادول خطر، ويوم ورا يوم الإهمال بقى عادة بقى طبيعة. وأنا كمان شايف من وجهة نظري إن إحنا بنحط دايما إهمالنا في صورة غلاف شيك، يعني مهمل بتصور إن الإهمال ده في عقلك الباطن، وزي بقول لك الغلاف في إنك أنت بتهمل لأنك أنت عندك تفاني في خدمة أسرتك فالشغل واخدك، أنت بتهمل إنك ما عندكش وقت وأنت راجل صلب وقوي فبتتحمل الألم، أنت بتهمل لأنك أنت شوية بقى يعني عندك شايف بتفهمها وهي طايرة وحاسس إن الدكاترة هياخدوك في متاهات. جملة اللي بدأت تبقى موجودة في دماغ ناس كتير، أنا خايف أروح لأروح في متاهات.
ترى الاهمال ده ممكن يودينا لايه؟ ده حوار مهم جدا النهارده، وطبعا مع ضيف مهم جدا. هي بنفتخر جدا وبنسعد جدا باننا نحصل على شرف لقاء ضيفي العزيز، واحد من الاساتذه الكبار في عالم جراحات المخ والاعصاب، واحد من الاكاديميين الرائعين والجراحين المتميزين، وايضا الكاريزمات الخاصه جدا في القصص الطبي الخاص بمرضى، ناقل رائع جدا لتجاربه داخل غرفه العمليات. وبسعد جدا بيكون ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. اهلا بك يا استاذنا. اهلا بحضرتك دكتور عيني. الحقيقه انا حاسس ان الكلام عجبك جدا. احنا عندنا الاهمال متبروز. هو القاعده بقى هو الاهمال، يعني احنا دايما عندنا تبريرات لكل حاجه بنعملها، والغلط بتاعنا الحقيقه قانون يعني، وبنهمل وبنسيب الدنيا تمشي وما عندناش خطه لبعد كده، ويوم ما نيجي نتكلم بالعلم لا، العلم ده اخر حاجه ممكن نصدق بيها. طبيعتنا بقينا ان احنا نصدق واحد جاهل او واحد نصاب او واحد دجال، وما نصدقش دكتور زي ما حضرتك بتقول. انا خايف اروح للدكاتره لا ياخدوني في سكه في متاهات، لا متاهات او يعملوا عليا شغل او ينصبوا عليا، ويصدق واحد دجال، واحد يقول له تعالى انا احل لك مشكلتك بعصايا ولا بحجامه ولا بخزامه ولا بكوي بالنار، ولا تعالى ما نشد ايديك ورجليك، ولا تعالى ما نتقطع لك رقبتك، وبندخل في متاهه. وبعدين يعني الحته اللي حضرتك قلتها في الاول دي عجبتني جدا، يعني ايه ترتيب اولويات حياتك؟ يعني انت ايه الاهم؟ ها يعني النهارده كان عنده مريض لما بيتكلم بيقول لي بص يعني، او عنده عمليه وعنده غضروف قد كده منفجر وضغط على العصب بدا يعمل سقوط في القدم والبول بدا يسيب منه، يقول بس اصل انا عندي عيالي في الاعداديه وان شاء الله لما يخلصوا في اجازه الصيف. براحتك ان شاء الله بامر الله ربنا يسترها معاك، بس الحقيقه القاعده بتاعتك ان العصب مش هيستناك، العصب مش هيستحملك، العصب لو راح ما بيرجعش. دايما احنا عشان خاطر ولادك كمان انت تعمل ده كله برضه عشان خاطر ولادك. ما هو الترتيب هنا غلط. هو شايف ان هو انا مش عايز اشغلهم دلوقتي عشان اللي عندهم امتحانات ولازم اكمل واشتغل وبتاع وفي الاجازه الدنيا تبقى كويسه. اصل المرض مش هيستناك، واللي بيروح ما بيرجعش يعني، وده اللي سبب المشكله عند كتير جدا من الناس. يا دكتور عيب انت عارف ايه الصدمه بتاعه المريض دايما؟ انه بعد العمليه بيحس ان هو ما حققش اللي كان في دماغه ها من نتائج قبل ما يدخل العمليه. بمعنى انا سبت نفسي 20 سنه عندي غضروف في ظهري او في رقبتي، وعمل ضمور في العصب وعمل ضعف وعمل تنميل وعمل خدلان وعمل حرقان وعمل وجع وتقلص في رقبتي وتقلص في ظهري، ومش قادر امشي مش قادر اوطي وبكح بتوجع وبمشي بتعب، كل الكلام ده موجود. بس انا عملت عمليه، انا ليه ما اتحسنتش بعد العمليه؟ دي السؤال. يعني اصلا انا كجراح بشوف اللي في الاشعه دلوقتي عندي غضروف كبير خرج، عندي فقره منقوله او فقره مكسوره او فقره متحركه او ورم، انا هشيل ده، لكن ما بعد ذلك ده مش بتاعي، ده مش في ايديا، ده مرتبط بالحصيله اللي حضرتك كنت فيها قبل كده. انت سبت نفسك كام سنه؟ القانون الطبي بيقول مده المرض هي مده العلاج. طب هو انت لما بتسيب نفسك 20 سنه ما انت محتاج على الاقل 10 15 سنه عشان تحصل على النتيجه اللي في دماغك، لكن انت عملت العمليه النهارده بعد اسبوع تبدا الشكوى. ده انا لسه رجليا بتنمل، ده انا لسه الحرقان شغال، ده انا لسه الوجع، ده انا لما بقف شويه بتعب. حقيقي طبعا حضرتك كده، ما هو لازم ده يبقى موجود. يقول لك لا انا عامل العمليه عشان اخف. يا جماعه ما احنا لازم نغير من دماغنا، لازم نغير من افكارنا. انت خدت القصه من اول المجبراتي لحد بتاع لحد دكتور العلاج الطبيعي لحد الوصفه اللي بالبلدي لحد العصاية لحد الاثنين اللي بيشدوا رقبه وظهر ورجلي. طب وبعدين جيت للدكتور في مرحله كان الموضوع وصل الى ان في فعلا في ضغط جامد، انت رحت له، والحقيقه ما كانش الدكتور خيار اول، ده هو لما لقى ان الباقي كله مش جايب نتيجه اجرب بقى الدكتور. عايز اسال سؤالين مرتبطين، شكل الالم لانه ممكن ناس تتلخبط في توصيف الالم ونكرره ونحفظهم عشان ما يفسرش الالم اي تفسير. الحاجه الثانيه السن، هل الحاجات اللي احنا بنقولها ديت لازم سن كبير ولا ممكن شاب صغير يشتكي فنقول له لا الحق ده انت ممكن تكون عندك مبادئ انزلاق؟ هو القاعده بتقول ان الغضروف دايما كانت بتيجي في السن الكبير، يعني بعد سن ال 40 و 45 تبدا نحس بشويه الم في رقبتنا، خشونه، تعب، شويه تلميل، خدلان، حرقان، الاحساس في الايد ساعات يقول لك انا بحس ايديا بتتلج او ايديا بتخشن، يعني ما عادتش ناعمه زي زمان او زي الاول، او بحس ان ايديا بتخس، او بحس ان انا بمسك الحاجه ايديا بتترعش او بتتهز مني، كل دي اعراض.
غير الصداع والدوخه والالم وساعات النسيان والذاكره. في ناس بتبقى مشكلتهم في الرقبه احساس غريب جدا مع التيبس بتاع الرقبه وبينزل على المنطقه الصدريه، يحس ان مفيش هواء، انا مخنوق مش عارف اخد نفسي، يقول لك انا بحس ان حركه ضلوع وصدري تعبانه جدا. يعني احنا كان معانا صور اشعه بتاعت ناس جالها غضاريف، والغضاريف الحرقيه دي مهمه جدا ان احنا نبقى فاهمين. يعني الواحد لما بيجي له غضروف ها يبقى ازاي هنتعامل معاه؟ طيب السن الصغير اه بتيجي فيه انزلاقات غضروفيه وبيجي فيه حاجه اسمها زحزحه فقريه، هي بتبقى اكتر في الظهر في القطنيه عن اللي في الرقبه في السن الصغير. لكن لما بنعدي بقى سن ال 40 وال 45 وال 50 طبعا وما بعد ذلك بتبدا بقى المشاكل بتاعتنا بتكتر. لان الغضروف بيجيب غضروف. وبعد شويه دخلنا في ضيق القناه العصبيه. وبعد شويه دخلنا في ضغط على الحبل الشوكي. بعد شويه الحبل الشوكي حصل فيه ضمور. طيب الاصابات اللي احنا بنشوفها زي كده، يعني واحد مطب جامد في عربيه او اصابه في حادثه او خبطه يعمل كسر في الرقبه والفقرات العنقيه. الفقرات العنقيه لها خصوصيه انها حركتها كتيره وهي فقره ضعيفه، فخبطه جامده او هزار او دايما كانت بتحصل في المدارس، يجي لك عيل طالب كده خبط صاحبه وزميله بيهرجوا مع بعض بالشنطه على رقبته من ورا، تقوم جاي كسر له الرقبه. او اللي بيقفز في حمام سباحه او كان نازل في بول كده ودب راسه قام جاي خبطه في الارض. معروفين اللي هم بينطوا من مسافات عاليه دي. اصابات الرقبه اصابات كتير جدا. وبنخاف جدا من الرقبه لان الحبل الشوكي ممكن يعمل لي شلل نصفي او شلل رباعي. يعني انا ممكن لو اصابه واخده جنب بقى نصفي يمين او شمال، لو الاصابه في الظهر يعمل لي نصف النص التحتاني. على حسب المكان بتاع الاصابه بتاعت الحبل الشوكي هنا بتيجي المشاكل اللي هي المريض بقى بتاعنا بيدخل في الدايره والتوهان بتاعها مده طويله. هل المريض لازم يفهم التشخيص، يفهم ايه الانواع الاشعه اللي اتعمل له، شكلها عامل ازاي، يقرب يعني عنده ثقافه انه يعمل اشعه؟ لانه في مرضى تقول له روح اعمل اشعه تلاقيه راح طالع من العياده يقول لك بص بقى دكتور طالب مين اللي اعمل؟ يعني يقول لك هو انت مش دكتور وتعرف تشخص، امال طالب الاشعه ليه؟ يعني لسه هنعمل اشعه؟ لا، السؤال اللي بنتساله بقى طب لما حضرتك عارف ان انا عندي غضروف بتقول اعمل اشعه ليه يعني؟ هي طبعا هو طبعا احنا بنقول الفحوصات هي وسيله مهمه جدا عشان اقدر احدد الخطه العلاجيه. سواء انا هديك علاج او هقول لك عمليه او هنمشي بالعلاج التحفظي يعني. لما نعمل اشعه دي اسمها اشعه رنين مغناطيسي، وهي اهم فحص في العمود الفقري هي اشعه الرنين المغناطيسي. والفحص الثاني المهم جدا هي الاشعه العاديه، يعني شوف الاشعه العاديه الابيض والاسود والرنين المغناطيسي. هنا مريض عنده كان شكوته الم في الرقبه بالكتفين على الناحيتين وبدا يحصل خزل وضعف في رجلين الاثنين، عملنا الاشعه لقينا في اربع غضاريف في الرقبه. مع بدايه انحناء الرقبه الطبيعيه ما بتبقاش كده، الرقبه الطبيعيه بتبقى فيها كيرف راجع لورا عامله زي حرف سي كده. هنا بقى حصل استقامه وحصل غضروف 2 3 4. نشوف في نوعيات بقى كتيره، ده جاب اخر الخط يعني. دي بقى الاصابه اللي احنا بنقول عليها دي الحادثه، ها الخبطه اللي بالشنطه، الشده اللي في الرقبه كسرت الفقره، شوف الفقره اتكسرت واتحركت من مكانها وحصل اصابه للحبل الشوكي، الحبل الشوكي اتفعص. هو من ستر ربنا في المريض ده لحقناه ان ما يعني كان بدا يحصل له ضعف في ايديه ورجليه، دي كانت بنت في حادثه ولحقناها بس حصل عندها ضعف في الايدين وتنميل وخدلان، كان ممكن الموضوع لو زاد كمان نص سنتي كان حصل قطع كامل في الحبل الشوكي. فده مهم جدا ازاي نلحق وندخل. ده مريض عنده ثلاث غضاريف، هنشوف واحد بعديه عنده غضروفين. يعني هنشوف الاشعه ده بقى، شوف الحبل الشوكي هنا اتقفل خالص نتيجه لوجود غضروف منفجر مع ضيق في القناه العصبيه. هنا شكوته ايه؟ الايدين والرجلين، ما عادش بس على قد ايد يمين او ايد شمال، ده دخلنا في الاثنين مع بعض. في تاني اشعات ده عنده غضروفين بقى، وده بنسميه غضروف منفجر، يعني الكتله السوداء اللي هي اللي ضغط على الحبل الشوكي اللي هو نازل بالطول ده بنسميه غضروف منفجر. الغضروف المنفجر ده دي مرحله بنسميها بلاك ديسك، بلاك ديسك ورابشر ديسك بقى. الغضروف المنفجر مشكلته ان هو داخل يضرب في الحبل الشوكي على طول، فالحبل الشوكي ممكن يصاب ويحصل كدمه في الحبل الشوكي او يحصل تليف في الحبل الشوكي او يحصل ضمور في الحبل الشوكي، كل دي مراحل. المشكله ان الحبل الشوكي غير قابل للهزار معانا، ما بيهزرش. الحبل الشوكي لو اتضغط او اتلمس هيعمل اصابه وتفضل لها تاثير. يعني احنا بعد حتى ما بنشيل غضروف بهذا الحجم، لان الغضروف ده قعد فتره وعمل النقطه البيضاء الموجوده في الحبل الشوكي، الغضروف ده لما بنشيله المريض بعدها برضه بيفضل بيشتكي من خدلان وتنميل. طب احنا عملنا العمليه ليه؟ عشان احميه من الشلل،
انا ايديا تشتغل وتتحرك وامسك بيها، بس في شويه خدلان وتنميل هيروحوا، بس بعد قد ايه؟ ادي لنفسك سنه اثنين ثلاثه على حسب المده بتاعه الضغط بتاعتها. هنا بقى غضاريف بقى متعدده، ده عنده خشونه وضيق في القناه العصبيه، ومش كل واحد عنده غضروف يا دكتور ايمن هنعمل له عمليه. احنا بنقول ان 80% من الناس اللي عندها انزلاق غضروفي ما بتتعالج بالعلاج وبتخف. واخد بال حضرتك؟ بس الحق قبل ما الحبل الشوكي يتاثر، قبل ما الغضروف ينفجر، قبل ما يحصل ضيق متعدد في القناه العصبيه. لان لو حصلت حاجه من دول خلاص بقى غصب عني ان انا لازم الحقه. وفي ناس لو اهملناهم، يعني في معانا اشعاعات بتاعت ناس وصلت لمرحله الضمور في الحبل الشوكي. اللي وصل للضمور ده حتى العمليه مش هتفيده، ساعتها ما بنرضاش نعمل له عمليه. في بعض الناس وكبار السن، يعني ده مريض عملنا له عمليه وكان مركب غضروف 2 3 4 اللي هي النقط دي غضروف البديل. يعني ده عندنا اربع غضروف، كان عنده اربع غضاريف واتعملوا. ودي تعتبر من اكبر العمليات. العمليات في الرقبه احنا بنعملها بالمناظير وبالليزر وبنركب غضاريف بديله. والغضاريف البديله دي انواع كتيره جدا، بتبدا بغضروف وشريحه وقفص غضروفي وشريحه متحركه وشريحه ثابته وشريحه ذكيه. عندنا حاجات كتيره، قفصه كبيره جدا جدا، يعني عندنا نوعيات كتيره جدا. بس هو دايما احنا بنقول نختار انه عمليه لاي مريض، يعني اختيار العمليه تتوقف على حاله المريض اللي انا هعمل له العمليه. اللي عنده غضروف واحد غير الاثنين غير ثلاثة غير أربعة غير ضيق في القناة العصبية غير اللي حصل له ضمور في الحبل الشوكي، يعني كل واحد فيهم بيتطلب حاجة، غير اللي عنده كسر في العمود الفقري، يعني التدخل هنا بيختلف من مريض لمريض. بس دايما احنا بنقول هناك حلول، يعني في عندنا حل دايما للمريض. لما نيجي نشوف بقى العمليات اللي بتتعمل النهارده، يعني الطفره زي ما حضرتك بتقول التقنيات الحديثه جدا جدا بقى الطفره رهيبه جدا. احنا بقينا النهارده من جرح صغير جدا اقدر ادخل واشيل غضروف 2 3 4 5 غضاريف في الرقبه. الكلام ده كان في وقت من الاوقات كان شبه مستحيل، ما نقدرش نعمله، لكن في وجود التقنيات الحديثه والليزر قفصه كبيره كمان. الليزر والمناظير، يعني في الفق... في الفقرات العنقيه هنا، يعني شوف حضرتك ده نوع ده غضروف اهو خرج وضغط على الحبل الشوكي. احنا بنبين هنا ده النوع اللي ممكن يتعمل بحاجه اسمها ليزر. الليزر ده بندخل الاول بابره زي دي كده وبنعمل حقن. الحقن دي ماده صبغه علشان نشوف هل ده غضروف منفجر ولا لا. لان لو منفجر مش هينفع الليزر، عشان برضو الناس تبقى فاهم. يعني الليزر ده ينفع امتى؟ لو غضروف متضخم بس الجراب بتاعه مش مقطوع. لان الليزر بيولد درجه حراره عاليه جدا، فالحراره دي في حد ذاتها لو الجراب الداخلي ده اتقطع ممكن تعمل له بخار زي اللي بيطلع من البراد بتاع الشاي كده يعور الحبل الشوكي. يعني جرب كده الغلايه بتاعت الشاي دي، حط ايدك على البخار بتاعها رهيب عالي جدا، درجه حرارته فوق ال 100، ده بيوصلني لفوق ال 100 درجه مئويه. لكن لو الغضروف لسه ما زال جوه الجراب بتاعه اقدر اعمله كده، لو عندي غضروف واحد او غضروفين يتعمل كده ويبقى زي الفل، طالما الغضروف بدري في البدايات بتاعته ولم ينفجر الغضروف نقدر نعمله. ده قصه بتاخد ساعه زمن والموضوع خلص، ناخد بال حضرتك. فدايما نصيحتنا نروح للطبيب المتخصص بدري، نسمع الكلام. انا مش بقول لك تعالى لي، روح لاي حد، ناخد بال حضرتك، بس حد يكون امين وحد متخصص. ونسمع الكلام ونحطه يعني قدام عينينا كده نصيحه. لما يقول لك عمليه ما تقولش اصل الدكتور عايزني انا اللي اعمل العمليه، اصل هو محتاجني ان انا اعمل العمليه. خالص يعني الموضوع مش كده تماما. انا دوري ان انا انصح حضرتك واقول لك الطريقه تتعمل بيها العمليه. واعمل عمليتك علشان ما يجيش وقت من الاوقات تدور عليها مش هتلاقيها. مش عايزين ناخد قرار ها يعني غلط في الوقت الصح ان انا اعمل فيه العمليه. ويجي في وقت تاني اطلب بقى ان انا اعمل العمليه بعد ما يكون عدى الميعاد وحصل ضمور بتاع العصب او ضمور الحبل الشوكي او بدا البول يسيب مني ومش قادر ادخل الحمام، وبتبقى امنيه بس اعرف ادخل الحمام، نفسي اعرف انام من غير وجع. يعني لما يجي مريض دكتور ايمن يقول لك طعن دراعي بس اعرف انام، احساس فظيع جدا، وخاصه لما تبقى ست بيت جميله كده طول النهار ومطلوب منها تشتغل وعيالها وخدمه بيت وبتاع. واحنا عندنا مشكله ان احنا يعني اللي دايما تعبان هيفضل تعبان وهو اللي بيخدم في الناس كلها. طب ما انت تعبان ما يريحوه، مفيش حد بيريح. يعني برضه هم جايين على ماما، هي اللي هتشيل وتحط وتعمل وتاكل وتشرب وتنظف وهي الغلبانه الوحيده اللي شايله ليه. لكن في الاخر انه الثقافه في التعامل مع هذه المشكلات ينبغي ان تتغير، والثقافه ينبغي ان تتغير من المريض ومن المحيطين به. المحيطين به ساعات بيودوه في 60 ده، يعني واحد يجي يتدخل ويقول له لا تعالى بقى، وده معروفين في البلاد الارياف بالذات، بلاد القرى او بلاد الريفيه الموجوده في مصر معروف. تبص تلاقي يجي واحد كده
يروح متطوع يقول له بص لا تعالى سنه انا هاخدك للحاج مصطفى هاخدك للحاج علي تعرف اللي هو اللي يبقى الناصح الامين اللي يقول الامين اصل انا سمعت ان بيقولوا دكتور العمليه دي بتشيل انا عندي انا يا باشا ده هو جاي لمشلول لا وهيقول لك بص تلاقيه هو بتطوع كمان يعني هو بيبقى خدوم زياده لازم في داهيه يعني هو ادي في داهيه تلاقي ثاني يوم انا بص العربيه جاي لك بالعربيه بكره اخدك من هنا اهوت واطلع بيك على الحاج مصطفى في اخر العالم مع عصايه ايه بس ايده تلف حريق يضربك العصايه في ظهرك هتقوم تجري يقول لك ولا الست فلانة اللي بتشيل الغضروف كده بدون عملية يا سلام عليها في حد كده؟ طبعا ايديها تتلف في حرير ده باشا طوابير هو ده ثقافة ما هي ده احنا دورنا ان احنا نخلي الناس ما تفكرش في ده لان ده نصب ودجل واحتيال لما تلاقي واحد جاي ماكو في رقبته وماكو في كتفه وماكو في ايديه وايديه حصل فيها ضمور وحصل سقوط في الايدين ومش عارف يمسك بحاجة مش عارف يدخل الحمام هو كل فرع في الطب يا عيني من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيقاوم حاجات الجهل والحاجات الدجل بشكل كبير جدا مش بس في المخ والاعصاب في كل حاجه في الذكوره في بس في المخ والاعصاب حاجات مستفزه قوي وخصوصا عند جراح المخ والاعصاب اللي هو واحد من السوبر اليت جراحين في مصر او سوبر اليت في العالم كله انت نورتنا يا باشا النهارده سعداء بهذا الممتع دائما من المبدع دائما استاذنا الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي كان كالعاده مبدعا متنوعا قصاصا رائعا ومتنخلا باجاده شديده بين دروب او التشخيص والاعراض والعلاج لواحده من اخطر المشكلات التي لا تقبل ابدا لا الدلع ولا التاجيل الغضروف في العمق ضيف العزيز نورتنا وشرفتنا اشكر حضرتك خليكم دايما معنا سلحة الوقعة والخبطة في الدماغ في منتهى الخطورة لأنه خبطة الدماغ مهما كانت بسيطة على الأسفلت أو في أي حاجة صلبة ممكن تؤدي إلى أولا نزيف في المخ ممكن ما يبانش ساعتها وخلي بالنا من الحكايه دي ان اللي بيقع من على موتوسيكل ممكن جدا يقوم بوعي ويروح المستشفى بوعي ويروح بوعي وما تعملوش بقى اشعه مقطعيه وهو بينزف داخل الجمجمه بينزف جوه الجمجمه من جوه ما بين الجمجمه والمخ والنزيف عمال يزيد لغايه لما يصل الى مرحله نزيف يضغط على مراكز معينه في المخ قد يسبب لا قدر الله خلل خطير شلل او فقد احساس او ممكن يتسبب في الوفاه بعد ما الحادثه انتهت بفتره بساعات